بهدفين لكل منهما، التعادل الإيجابي يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. مباراة متكافئة من الفريقين. الشوط الأول كان صالح النادي الأهلي، الشوط الثاني رجعت فيه كفة نادي الزمالك، والتعادل يا كابتن شريف أعتقد تعادل مقنع. تعادل مقنع طبعا بعد سير المباراة ككل. حقيقة مستر فييرا تخلى عن الحذر في الشوط الثاني، وما كانش عنده أي حاجة يبكي عليها غير إنه يدفع بشيكابالا وزيزو ناحية اليمين اتجاه علي معلول. أعتقد إن علي معلول في حاجة في رجله، هو مش سليم 100%. حمدي فتحي مش سليم 100% النهارده. حتى محمود متولي اللي نزل أعتقد إنه ما اكتملش شفائه يعني. فأنت عندك ظروف في منطقة نص الملعب. كان هاني قال لك لو كوكا كان موجود كان أعتقد إنه تبقى فردت لاعب في وسط الملعب من الشباب يقدر يعوض لك لو حصل أي حاجة في نص الملعب، واتفقنا كلنا على الشكل ده. من أول دقيقتين أو من أول ثلاثة حصل كرة عرضية لو تفتكرها عدت بن شرقي دي كانت ممكن تثمر عن هدف واضح. تخلى نادي الزمالك عن أي شكل من الشكل اللي هو يخليك الاستحواذ ليك سهل، وبقى هو المبادر، وبقى هو اللي عنده المجازفة دايما. وانت لعبتك اعتقد ان كانوا بيحاولوا يحافظوا على الهدف اللي جابوه، وفي نفس الوقت يصطادوا برضو هدف التغطية مع فرصة كبيرة قوي ان مدافعين نادي الاهلي نادي الزمالك الثلاثة الونش وعبد الغني ومحمد عبد الشافي ثلاثة عاملين لك فرصة كبيرة النهاردة انك انت في اي وقت تقدر تزور مرمى محمد عواد. معرفش، حاسس النهاردة لو سولية في حالته او سولية موجود على الملعب، معرفش سولية النهاردة كرة واقفة معاه او هو التركيز بعيد عنه شوية، ارهاق ما مش عارف يعني. برضو عندنا كذا لعيب ايمن وقع مني في الشوط الثاني. الشوط الثاني حسيت النص ملعب ابتدوا هم يطلعوا من على الاطراف. عندك حمدي فتحي اصابته فتحت نص الملعب بالنسبه لهم، بقى مفيش تمركز، بيستلموا سهل، عندهم جرأه، ما عندهمش حاجه يبكوا عليها، مسكوا نص الملعب الشوط الثاني. انت بتحاول عن طريق قفشه وعن طريق الاطراف انك انت نزلت حسين الشحات، عايز تستغل حسين الشحات. الحقيقه حسين الشحات حاول يلعب مع محمد شريف وحاول يصوب وحاول كل حاجه، ولكن فرقه نادي الزمالك اظهرت شخصيه، منها اخطاء نادي الاهلي في كره زي اللي لعبها شيكابالا دي، صعب قوي انها في الحته دي ما يبقاش في تغطيه كويسه، ما يبقاش في تكوف عالي انك انت تمنع زي الكره دي. ما اعرفش هل الشناوي كان يقدر يطلع يشارك في كره زي دي في المنطقه دي، في يعني كره كده كلها على بعضها انها تتنفذ بالشكل ده وبالحرفيه دي مكافأة لنادي الزمالك عن الكرة اللي راحت. ما هو يعني هو الهدف بيجي من خطأ، ما هو انا اخطأ، انا بقول لك الخطأ لسه يعني اجي لك في الخطأ الثاني. لا هو في الاولاني كمان كان ممكن محمد هاني يغطي احسن من كده، يغطي على ربيعه والاثنين يطلعوا تكف اكتر، لان هم شايفين انه هيلعبها. وده ما انا شايف الكره هتلعب يبقى انا ابقى واقف مستعد. الحكايه مش في ظهري او مبغته يعني. تاني حاجه الهدف اللي دخل فينا الثاني صناعتنا احنا كلنا، كره عند الشناوي راحت لعلي معلول عايز يوقف الشكل ده، هو مش واقف اصلا بزاويه تسمح له انه يوقف او يطلعها كمان، او على الاقل كان راح شايطها في وشه يعني في اللي هي جايه الاتجاه اللي جاي منه، الاتجاه اللي جاي منه راح مطلعها على طول. هو حب يشوفها، مش شايف شيكابالا، وواضح حتى وهو خارج انه ذهنيا وبدنيا تعبان يعني. ان شاء الله ما يكونش في اصابه باذن الله. الى انك عدت بعد كده بعد الهدف الثاني انت بنفس لعبك بنفس الريتم بتاعك بنفس عرضيتك بالتغييرات اللي انت عملتها. طاهر محمد طاهر اسرع الشكل اليمين مع حسين الشحات وعمل العرضيه وطلع اول كوره اعتقد لصلاح محسن حطها جول، اول كوره وجات له بعد كده واحده ثانيه، وكانت صحيح. الهجمات رايحه جايه صحيح. في الشوط الثاني كان شوط متكافئ. يمكن الشوط ده يعتبر هو ده كان لقاء القمه النهارده، هو ده اللي عمل شكل للمباراه بالنسبه للجماهير. متراضيه عن الاداء في الشوط الثاني بالنسبه لنادي الزمالك وككل بالنسبه للنادي الاهلي، وكل ما هتسال حد وهو خارج من المباراه يقول لك انا كنت ممكن اكسب النهارده. الزمالك جاله كوره يقدر يخلص الماتش في الاخر او كورتين، وانت جالك كورتين ثلاثه
منهم واحده في اول منهم واحده بتاعه سوليه لو سابها لعلي معلول لو تفتكروها معانا الكره دي هنشوفها باذن الله وعلى رجله الشمال ويقدر يحطها فكان في فرص كتير قوي للفرقتين يقدروا يحددوا فيها مكسب المباراه ولكن اعتقد انها نتيجه عادله في شكل المباراه النهارده لم يستغلها النادي الاهلي في الشوط الاول يعني. صحيح. طيب كابتن اسامه ليه تغير شكل الاداء من الفرقتين الشوط الثاني؟ الزمالك بقى عنده اصرار ان يرجع للماتش ويتعادل والنادي الاهلي تراجع بدون داعي لان الشوط الاولاني زي ما الكباتن كلها قلنا بين الشوطين وشريف دلوقتي قال النادي الاهلي كان متسيد المباراه في الشوط الاول تماما لكن ما قدرش يحرز هدف تاني يقتل بيه المباراه ويصعب الامور جدا على نادي الزمالك. اضعنا فرص سهله وكان ممكن جدا نستغل حاله الارباك اللي كان عليها معظم لاعبي نادي الزمالك الشوط الاول الشوط الاول بلا استثناء يعني يمكن احنا قلنا كانت في محاولات فرديه وفرديه بزياده من زيزو ومن امام عاشور غير كده عبد الغني والونش وعبد الشافي كان في لخبطه كبيره جدا نيمار رغم ان انا شايف انه احنا يمكن قلنا الشوط الاولاني هو كان متلخبط خالص لكن الشوط الثاني ظبط نفسه الشوط الاولاني كان متلخبط مع بقيه الفرقه لكن هو يعني انا شايف انه يعني شاب واعد يعني بانت بالذات الشوط الثاني الشوط الاولاني كان مرتبك خالص مع الارتباك اللي كان فيه نادي الزمالك انت ما استغلتش ده وتراجعت الشوط الثاني من اول كره في اللقاء نيمار عدى بيها في اول ثانيه في الشوط الثاني بن شرقي جون يعني هي بس عدت من قدام رجله وبيحطها كانت جوه 6 ياردة اي لمسه من بن شرقي كانت جون عدت من قدامه وتتالى الاصرار بتاع نادي الزمالك خاصه بنزول شيكابالا اللي جاب هدف جميل وعمل كره عرضيه جميله رغم ان شيكابالا احنا بنتكلم بحكم سنه وبحكم الفتره اللي وصل فيها من اللياقه البدنيه ما بقاش طبعا زي زمان ولكنه اثبت انه نجم برضه قدر يجيب جون لانه اتغير مكان عمر السعيد لعب كراس حربه واحيانا كان بن شرقي هو اللي بيخش راس حربه وهو يبقى في جنب بالاجناب فالزمالك ابتدى ينشط والشوط الثاني بقى متكافئ بس بدايه الزمالك كانت افضل وقدر يحرز هدفين ولكن الزمالك كان اخطر الشوط الثاني أيوه. بالرغم انه ما كانش بيلعب براس حرب اساسي اي أيوه مظبوط ما هو انت عمر السعيد انا قلت لك الشوط الاولاني تقريبا اعتقد اسامه دخل بن شرقي ما هو بن شرقي وشيكابالا يعني بن شرقي دخل راس حرب وكان طبعا هو مش ما كانش تارجت يعني ما كانش تسعه بالظبط ودي خلي بالك ساعات بتبقى ساعات بتسرق الفرق ساعات بتبقى اخطر وبتربك شويه لخط الدفاع لانك انت مش عارف قدامكش واحد بالتالي مره شيكابالا في وقت من الاوقات كان شيكابالا وبن شرقي قدام هما الاثنين دي لانه عمر السعيد كان الشوط الاولاني قلت لك مش موجود زي اغلب لاعبي نادي الزمالك كانوا مرتبكين جدا وملخبطين جدا لا عارفين يدافعوا ولا عارفين يهاجموا ولا بيضغطوا كان في ربكه كبيره النادي الاهلي ما استغلهاش هم ابتدوا كويس قوي الشوط الثاني وحاولوا محاولات بنزول شيكابالا لغايه ما قدروا يجيبوا الجونين احنا دخلنا في الماتش ثاني والتغييرات اللي عملها سامي رغم ان خسارتنا لحمدي فتحي في نص الملعب دي فرقت كتير جدا طاهر وصلاح اول ما نزلوا عملوا كره عرضيه دوت وده كملها بقت 2-2 والماتش بقى مفتوح قوي يعني سهل قوي الزمالك يجيب فينا جون والاهلي وسهل جدا كان النادي الاهلي يجيب جون يعني في واحده طلع عواد عليها استعجل فيها قوي السوليه كان علي معلول جايب وشه كان هيحطها في المقابل امام عاشور شيكابالا لعب له واحده اللي هو حطها في بطن العارضه وبعديها الاخيره اللي اتلعبت بالعرض برده وتقريبا يوسف اسامه حطها بالشمال بيمينه والشناوي طلعها وانا شايف ان تغييره فيريرا بتاعه يوسف اسامه وبرده لاعب ناشئ كويس اللي ناحيه الشمال سريع جدا اللي هو عمل الجون الثاني عملت فرق عمل حركه ناحيه الشمال بخروج عبد الشافي والرجوع لعبد عبد الله ورا وهو ده يوسف اسامه لعب اتفتحت الجبهه وكمان اخيرا نزل سيف جعفر اللي هو موهوب ومهاري رغم نزل وقت ضيق لكن واضح تمريراته وسيطرته في اكتر من كره على نص الملعب وعمل نشاط في وسط الملعب فهو الماتش الشوط الثاني
ابتدى رايح جاي، كان ممكن اي حد يخطفه. صحيح. الشوط الثاني اللي حصل فيه نتيجه تعتبر عادله، لانه النادي الاهلي هو اللي ما استغلش الفرصه اللي جات له في الشوط الاولاني انه يكسب الماتش وينهي. كابتناني، تقييمك لاداء الفريقين خلال الشوطين؟ انا عن نفسي زعلان، يعني زعلان طبعا على الفرص. فرصتنا كانت في الشوط الاول، ودايما يعني المدربين بيتكلموا، وده اتفرجت على اي مباراه على مستوى العالم كله، مفيش فرقه بتبقى متسيده طول الوقت، ومفيش فرقه بتبقى وحشه طول الوقت وكويسه طول الوقت. مباريات كره القدم هي كيرف، ربع ساعه انت متفوق، وبعدين 10 دقائق الفرقه الثانيه لازم تمسك كوره، هكذا. انا حسيت ان فرقه النادي الاهلي بعد الشوط الاولاني حسوا ان المباراه سهله، يعني اداء نادي الزمالك في الشوط الاولاني ما اعتقدش كان يرتقي حتى للمتوسط. هي دي فرصتك، ودايما لما بتحس، الله يرحمه الكابتن جاري كان بيقول لك انت في الملعب ليك احساس كلاعب، انت بتقول، واحنا ساعات في الملعب يا كابتن بنقول دلوقتي لازم نجيب جون، خلص دلوقتي لازم، كلمه دلوقتي لازم نجيب جون ده احساس بيوصله لنا المنافس انه في حاله سيئه جدا. أيوه. اللي كان فيها بصراحه فرقه نادي الزمالك الشوط الاولاني، فكان لازم بعد الجون الاولاني كان لازم يكون في ضغط عالي جدا، كان لازم يكون في خلق فرص افضل من كده، كان لازم يكون في هدف. اعتقاد الشوط الاولاني لما يخلص 2-0 الامور هتتغير تماما. فلازم كنا يعني نتعامل كلعيبه بشكل افضل. كابتن سامي قمصان عمل تغييرات رائعه من وجهه نظري، اتاخر شويه في عبد القادر، احمد عبد القادر كان ممكن جدا ما بين الشوطين يتغير، لانه واضح من بدايه المباراه انه مش في الملعب. يعني حتى المهارات الاساسيه او نتكلم على الفروق الفرديه ما كانتش واضحه بالنسبه له، وبالتالي كان تاخيره تاخير شويه كان لازم يكون من بدري. لكن التغييرات التانية كانت رائعة، يعني أنا عجبني جدا تغيير محمد هاني ونزول حسين تحت كباك يمين، رغم يمكن في يعني في الجون اللي جبت عشان كبالة كان في فرق سرعات شوية، لكن وجود طاهر محمد طاهر وصلاح محسن ادوا الشكل الهجومي للنادي الأهلي. فأنا زعلان لأن كان المباراة كلنا كنا بنتكلم أول ربع ساعة النادي الأهلي ممكن جدا يقرر سيناريو مباراة الدور الأول، كان لازم تقتل المباراة. الشوط الثاني لازم نقول ان في تفوق لنادي الزمالك. أيوة. تفوق على مستوى السرعات، على مستوى التركيز، على مستوى خلق الفرص، ده كان النادي الزمالك كان الافضل فيه، ولكن رغم كده كان ممكن جدا انك تخطف جول. صح. يعني والاخطاء، يعني الاخطاء بتاع لما اتفرج على الجونين اخطاء برضو، يعني علي معلول لعيب كبير ولعيب دولي، الديتيلز الصغيره دي بتفرق، والمفروض ما تبقاش من لعيب كبير زي علي معلول، انت في موقف مش يعني حتى لو مش شايف ظهرك انت بتعمل سيفتي فيرس، يعني انت بتطلع الكوره. لكن طبعا وصلت شيكابالا الجزء الثاني، الجون الاولاني ثاني تمركز مش صحيح من محمد هاني، لازم يكون عنده تغطيه عكسيه افضل من كده. محمد هاني دايما عنده مشكله في التغطيه العكسيه، لازم يطور نفسه بشدة، ولازم المدربين يدربوه على ديت، لو كان يعني حتى قادر على التطوير في الحتة دي لازم الجزء ده يتقفل عنده، لأنه عنده مشاكل كتير جدا في التغطية العكسية. وبص يا كابتن هاني، في الهدف ده بس لما نجيبه بعد كده، هو هاني دخل لجوه بس ما طلعش كويس مع بن شرقي، ما أنا يعني طلع ووطى، ما هو في فرق انك بتخش لجوه انت سابق المهاجم ولا مش سابق، ولا المهاجم حتى لو انت مش سابق المهاجم لازم يكون في كتف معاه. مظبوط. ناحيه هاني برضه كتف يا كابتن. مزبوط. يعني انا اصل مش هتحاسب ضربه جزاء. ايوه. يعني انا لو خدت، انا مش طايل الكوره بالظبط، والراجل قدامي حتى في الهواء كتف. مظبوط. هيغير اتجاه الكوره. ناحيه هاني، وايه قصه ان شيكابالا يمسك الكوره وكله خاف يترقص ويسيب الراجل يرفع براحته؟ دي برضه يا كابتن خلي بالك كمان انت ما تنفعش. انا واحنا قاعدين هنا معروف والناس كلها عارفه ايه طريقه لعب شيكابالا، انك هو شيكابالا الشمال ممتازه، فهو يدخل يخش لجوه ويعمل، ما ينفعش خلاص هو اتعمل دي. لكن انا خلاص، انا لو انا رامي ومحمد دهاني وشايفين ان شيكابالا خلاص خد الخطوه ديت وهيعمل الكروس، لازم يكون في شويه شراسه، يعني شويه شراسه في الاداء. حتى انا لو مدافع مش هطول الكوره، لا انا عندي وسائل تانية ان انا احط كتفي، يعني حطيت كتفي اكتر شويه بسهوله كده، ممكن هو احط الكوره ممكن تطلع بره، ممكن تبقى تغير اتجاه تبقى الشناوي يمسكها. لكن انك بعيد قوي بالجزء دوت، وان رد فعلك يكون انك يعني ما فيش حتى احتكاك بالجسم،
لا ده اتعلمناه المدافعين صحيح. لو قادر توصل للكوره اوصل للكوره، لو مش قادر على الاقل احتكاك شرعي كتف في كتف، كتف في ظهر، دي ما فيهاش مشكله صحيح. وبالتالي دي الديتيلز اللي ممكن تفرق في نتيجه المباراه. لكن اولا واخيرا احنا فرطنا في فوز في الشوط الاولاني، النادي الاهلي فرط في فوز وفوز كبير، كان قادر جدا النادي الاهلي في الشوط الاولاني انه يكسب على الاقل 2-0 على الاقل 2-0 تقتل المباراه. والشوط الثاني كلنا بنعترف ان نادي الزمالك كان الافضل. صحيح. طيب كابتن بلال، طبعا هي التعادل يعني مش عايز اقول غير مرضي، بس احداث المباراه تقول لك في الاخر ان التعادل مرضي للفرقتين، ولكن ايه اسباب التحول المفاجئ الشوط الثاني؟ لعيبه اه طبعا من وجهه نظر اللعيبه. ممكن كابتن هاني اتكلم في حته التغييرات، وتغييرات جيده باستثناء طبعا التاخير، انا اتفق معاه جدا بعبد القادر، لان عبد القادر النهارده بيلعب لعبد القادر ما بيلعبش للتيم. تمام، يعني كابتن هاني بيحسن العبارات تمام، لكن انا بتكلم كلام. بص يا كابتن، في اوقات مطلوب منك يعني كرة القدم يعني زي البوكس بالظبط، يعني وقت ما الخصم يكون خلاص او الملاكم اللي قصادك بيكون في حالة سيئة لازم تخلص عليه. ده وضع ده هي دي كرة القدم. ما قدرت ما سبته يتعافى، خلاص هو كمان طالما تعافى اديته فرصة انه يتعافى، اديته فرصة ان هو يقف على رجله، هتدي له الثقة، هيبتدي يدخل معاك في الماتش، هيجي له فرصة، هيخش في الثانية، هتجي له ثقة. المدير الفني كمان هناك لما لقى فرقته فابتدى يغير، ابتدت اللعيبة تاخد ثقة، تمسك الكرة، خلاص هو ده الماتش. هي دي كره القدم. أيوة. احنا برضو ما تعلمناش قبل كده، احنا كنا كسبانين قبل كده برضو 3-0 ووصلنا للنتيجه 3-2 وكان ممكن الزمالك اضاع ضربه جزاء، كان ممكن يتعادل بها 3-3 تمام. أيوة. سيناريو المباراه بتاعه اللي فاتت كسبان 5-1 تقريبا 5-3 وكان ممكن يخش في 5-4. طب احنا ليه بنخش في السيناريوهات دي ليه؟ يعني انا بس عايز اسال سؤال، ليه اللعيبه في الملعب زي ما قال كابتن هاني من شويه، انا كلاعب هجيب جول امتى؟ انا جايب جول مسيطر، طب لازم اجيب التاني. احنا قلنا يا جماعه لما تجيلك فرصه انك تسجل في الماتشات الكبيره لازم تسجل، لما تجيك فرصه انك تخلص على الخصم لازم تخلص عليه. انت بتلاعب فرقه الشوط الاول يعني اقل بكتير من امكانيات الفرقه اللي لعبتها الشوط الثاني بكتير جدا جدا جدا، دفاعيا قليلين جدا، وسط الملعب مش متماسكين، الهجوم عندهم عمر السعيد بره المباراه تماما، ما عندهمش تركيز، ما فيش بساط، ما فيش تجانس في الملعب، فبتلاقي فرقه مهلهله جدا جدا. الشوط الاول كان ممكن تسجل هدف والثاني والثالث وتخلص المباراه وتروح نتيجه برضو 4-5 او حتى تروح نتيجه 3 وانت مستريح. أيوة. وانت بتلعب بقى جيم للشو، لكن اجيب 1-0 وابتدي العب بقى للشو، يعني خلاص انا ببتدي عايز اباصي وعايز ارقص وكل واحد تيجي له كوره عايز يعمل مهاره قبل ما يفكر انه يلعب لزميله، ده اللي احنا عملناه الشوط الاول. تمام، خد بالك مفيش فرقه بتستمر على نفس النهج ونفس الاداء طول ال 90 دقيقه، استحاله. مظبوط، لا بدنيا تقدر تشتغل بالشكل ده ولا حتى فنيا كمان الفرق اللي قدامك هتسيبك تشتغل بالشكل ده. أيوة. يعني انت بذلت مجهود جامد جدا الشوط الاول، واقف كويس، بتهاجم بشكل كويس، بتشتغل، بتجري، بتباصي، بتستحوذ، بتروح على الجول، بتضيع اهداف، اشتغلت بشكل كويس. لازم نتيجه الشغل اللي اشتغلته ده انك تترجمه لاهداف. خلاص الشوط الثاني خلاص انت ابتديت هديت، يعني من كتر ما انت يعني ضامن الماتش او حاسس ان الماتش بتاعك او الجيم سهل بالنسبه لك، ابتديت تتراجع وتسيب له مساحات وتلعب بالكره. يعني مفيش جري، مفيش لعيبه بتتحرك في مساحات، يعني الشوط الثاني مش فيهاش مساحات، مش فيهاش تغييرات. يعني كان شريف بيتحرك الشوط الاول ناحيه الشمال، برسيتا بيخش ناحيه اليمين، عبد القادر بينزل في نص، قفشه بيكمل، السلابي بيكمل، الكلام ده مش شفناهوش الشوط الثاني. اتغير الاداء بشكل كبير جدا، واديت فرصه للفرقه برضو، فرقه كبيره مش فرقه صغيره. طبعا. الزمالك برضو عنده عناصر كويس طبعا. عنده عناصر جيده، عنده عناصر ممكن تصنع الفرق في بعض الاوقات. استغلال الفرص، بدايتك الشوط الثاني كانت سيئه جدا، يمكن هي دي سبب التحول، ان انت ابتديت الشوط الثاني صنعوا فرصه، ابتدوا يخشوا في الجيم، اديتهم فرصه، انكمشت انت كنادي اهلي تمام، خلاص طالما انكمشت قدام فرقه كبيره وعندهم مهاره هيقدروا يشتغلوا عليك. ما هو اللي حصل الشوط الثاني سبب الانكماش، هل هو المحافظه على الهدف ولا ايه سبب الانكماش؟ كابتن انت يعني ها؟ انت كسبان من الاسباب انك انت عايز تحافظ على الهدف فتراجعت مع تفوق الزمالك. الزمالك كمان هو كمان كابتن، هو مش الزمالك مش نفس حاله الشوط الاولاني، هو نازل والرغبه كابتن، هي عنده رغبه كابتن، هو لقاك ان انت الشوط الاول خلاص انت سجلت هدف مش عايز تجيب الثاني، وابتديت عايز تباصي من غير اي اهداف، فخلاص هو كمان اكيد دخل في اجواء المباراه، اكيد هيبقى عنده رغبه خلاص، اكيد هيبقى عنده رغبه ان يخش الماتش ثاني، يدخل الماتش مره ثانيه. يعني وضع طبيعي جدا، طالما انت سبته ما خلصتش ما سجلتش الهدف الثاني عشان تقتل الماتش، فبالتالي هو بالنسبه له هدف
او فرصه تعيده للماتش مره ثانيه. ابتدى ضغط عليك الشوط الثاني، سمحت له انه يشتغل، عمل واحده عرضيه كان ممكن يسجل منها هدف بن شرقي، بس خلاص خلاص بعد كده هو الراجل خلاص كمان يعني فيريرا لقى نفسه انه ممكن يدخل الجيم، فابتدى يعمل التغييرات بتاعته، ابتدى يغير بقى على حسب ايه سير يعني على حسب لعيبته ماشيه ازاي. غير تغييرات جيده افادته بشكل من وجهه نظري بشكل كبير جدا جدا جدا، سجل الهدف الاول. وعايز اقول ان الاهداف كربون الاهداف اللي بيتسجل في النادي الاهلي هو نفس، هي نفس طريقه الاهداف اللي بتسجل فيها، سواء اذا كانت كرات بالعرض او كرات على الارض، هي نفس الاهداف. انت المباراه النهائيه اتلعبت كره بالعرض، تغطيه غلط تسجل هدف. النهارده شيكابالا بيلعب كره تغطيه غلط بتتسجل فيك الهدف الثاني. الكرات العرضيه عندنا مشاكل كبيره جدا 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 فيها. بلوم على اللعيبه بشكل كبير جدا. النهارده اللعيبه عليها لوم. انت النهارده بتتكلم في لعيبه، لعيبه منتخب مصر، لعيبه النادي الاهلي، لعيبه منتخب مصر، انت بتتكلم في لعيبه كبيره، اسماء كبيره جدا. ما ينفعش المباراه تروح للشكل ده، لا اداء ولا حتى كمان نتيجه. يعني انا بعد المباراه لا، احنا لازم يا جماعه لازم يبقى في كلام كبير مع اللعيبه اللي موجوده في الملعب. انا النهارده احنا النهارده مغلوبين 2-1، انا مش شايف قتال. يعني بتروح بفرص وسجلت هدف وربنا وفق وسجلت هدف، لكن فين الزعيق؟ فين يعني فين الزعيق؟ فين الكلام؟ مين القائد النهارده في الملعب اللي بيتكلم يلا يا جماعه هنجيب الجول الثاني بعد ما سجلت الجول الاول؟ ما هو لازم يكون في كلام في الملعب. يعني المباراه مش ممكن بس تبقى في اطار فني فقط يا كابتن ايمن، لا، في لازم يبقى في كباتن في الملعب بيتكلموا، في اطار نفسي، في لعيبه بتتكلم، في حماس اكتر من كده، في رغبه اكتر من كده. لازم يبقى عندك رغبه التسجيل وانك تنهي المباراه. انت كده خد بالك اديت فرصه للزمالك انه يفكر في الماتشات اللي جايه وانك ممكن تقع في وقت من الاوقات. انما انت لو كنت كسبت الماتش ده اعتقد كان الدوري راح بنسبه يعني 60 70 او 80% بالنسبه لك. يعني خلصت على الخصم لو كسبت، وهتديك كمان فرصه بالنسبه لك، وهتديك حماس، وهتديك رغبه في الماتشات اللي جايه. هو بالنسبه له تعادل مع النادي الاهلي، تمام؟ فعمل وتعادل ايه من مباراه كانت بالنسبه له مقتوله ميته. بلغه الكوره تعادل، قدر ان هو يحيي المباراه، بل بالعكس ده سجل الهدف الثاني وكان ممكن يخرج بنتيجه 2-1 وتنتهي المباراه على كده، ويبقى هو طالع كسبان من مباراه اساسا المفترض انك تكسبها 3-4، يعني فاهم؟ فيعني يعني الحقيقه يعني انا يعني انا كمان زعلان جدا، زعلان من الاداء اللي حصل في الملعب النهارده، زعلان من انك انت النهارده بتجيلك اكتر من فرصه انك تنهي المباراه وتخلص عليها وانت الافضل بشكل كبير جدا، وانت برده ما بتعملش كده. ودي احنا لازم نتعلم من اخطاء، لازم اللعيبه تتعلم من اخطاء. مش هنلوم على سامي قمصان في اي حاجه، الحقيقه الراجل عمل يعني ابتدى بشكل كويس، تغييراته جيده جدا، لعب لما حس ان الفرقه محتاجه تغيير هجومي عمل التغييرات الهجوميه بشكل كويس وفي توقيت كويس، فسامي ادى اللي عليه النهارده. لكن الحقيقه انا في تعليقات كبيره جدا على اللعيبه النهارده. صحيح. طيب ده غير ان مستر فيرا كمان عمل لك تغيير عالمي، غير لك زيزو في الدقيقه 72 واتبعه بعد كده بن شرقي. لا بن شرقي في الدقيقه 87 ده كان ناقص خمس يعني ست دقائق، خدت بالك؟ بس مش مشكله، هو حب يحافظ على شكله عنده. أيوة. هارموني في الملعب. وبعدين يا شريف هو صح، هو طبعا طلع نجمين كبار، ولكن الولاد الصراحه نزلوا على حاجه ونشاط. اقول لك على حاجه، سواء يوسف اسامه اكبر أو مكاسب لنادي الزمالك النهارده في المباراه دي ناشئين اللي لعب بيهم النهارده. يعني عملوا بس هو يعني هو الكابتن هاني قال حاجه وكابتن بلال قال حاجه وكابتن اسامه قال حاجه، ولكن احنا قلنا المباراه متكافئه. النتيجه او نتيجه التعادل في صالح الفرقتين من وجهه نظرك؟ في صالح الفرقتين، صالح الفرقتين عموما يعني، وفي صالح الجماهير اللي راحت الملعب. لا سيبنا من الجماهير، ما بقول ما هو الفرقتين هم الجماهير. لا يعني نتكلم فنيا يعني في الملعب. طبعا صالح الفرقتين، لان كره القدم لا ترحم. المباراه الاولانيه لما جبنا 3 اهداف زي ما بيقول بلال، ورجعنا 3-1 وبعدين جبنا 4-1، خدت بالك؟ يعني راح ديانج جايب الرابع، كان عندك الرغبه انك دايما تروح وتحرز اهداف حتى وانت كسبان 3، ما تكتفتش ورجعت سبت الملعب وسبت التمركز وسبت الاستحواذ للفرقه اللي قدامك وبقيت قاعد بتفرج عليها. انت النهارده الكوره بالنسبه لك اطراف نادي الزمالك كلها راحت على علي معلول، كان لازم يبقى في تصرف في المنطقه دي. طب خليني اسالك سؤال يا كابتن شريف، انت كنت متفوق الشوط الاول كويس؟ كويس، وكان ليك الافضليه والاسبقيه انك انت تحرز هدف. الشوط الثاني الكباتن كلهم قالوا، او يمكن كمان الكابتن هاني داس في الحته دي شويه، ان الجزء الاكبر كان على اللعيبه في الملعب. طيب انت كنت بتلعب نادي الزمالك الشوط الاول، وتقريبا زي ما قال الكابتن بلال نادي الزمالك ما كانش ليه وجود، عشان انت ليه الخوف والقلق
اللي حصل الشوط الثاني. طيب انا هقول لك على حاجه، لما تيجي تحسب الشوط الاولاني كده هو الكره اللي انت لعبتها و الراجل مدافع نادي الزمالك عبد الغني اهدانا هذه الكره ماشي. والراجل اتصرف فيها، خليك معايا بس ماشي اتفضل، وانت جبت الكره دي هدف كويس. قلنا في ساعتها احنا واحنا قاعدين لازم التاني الزمالك مش شايف قدامه هاي. لازم نخلص دلوقتي. ايه اللي جالك بعدها؟ جات لك كره القفشه انفراد ما قدرتش تخلص بيها المباراه ماشي. ادي اول واحده، عشان كده احنا قلقنا تاني كويس. وجات كره تانيه بالعرض عدى عبد القادر ولعبها محمد شريف ولعبها كده اي يعني كويس اداء، يعني انت متفوق ميدانيا في وسط الملعب. لا عايز اقول لك حاجه، انت هم دول الثلاث كور اللي في الشوط الاولاني ماشي. غير كده انت مستحوذ في نص الملعب ماشي. مفيش وجود نادي الزمالك. عايز اقول لك على حاجه، مش عايز تخلص اللي هو مفيش، انت مش عايز كتير. حلولك تخلص عرضيات وتخش انت ما وفرتش لنفسك انك خلاص هم انت ارهقتهم نفسيا من الضغط عليهم. انت الشوط الثاني اللي انت بتسالني فيه ده بقى لم تضغط انت على احد، والملعب فتح. كلنا احنا قاعدين بنقول هو الملعب فتح كده ليه؟ ما بقاش فيه تمركز، سلايا ما بقاش متمركز ولا بيساعد في حته علي معلول خالص الناحيه دي، الضغط كله على علي معلول، بقى بيلعب زيزو وبيلعب شيكابالا في ناحيه اليمين دي، والراجل الباك رايت اللي طلع نيمار ونيمار ده سريع جدا ومجازف جدا، وما بقاش عندهم حاجه يبكوا عليها. بص الشكل، ثلاث لعيبه عندك هنا وانت واقف بتتفرج. دي اللي انا بقول لك، بص لازم اخش عليه، ده ما يرفعش الكوره يعني هنا ليه. انا بعمل لو ده الملخص ماشي هنمشيها يعني، انما انا عايز الجول ده بعد كده لما يجي تحليل الاهداف ان شاء الله. انت فهمت قصدي ايه؟ انت بقيت متلقي يعني، لا عايز تدوس في الكوره ولا عايز تخش عليه تاخده وتطلع بيه بره ولا في حاله اللعيبه. اعتقد حاله اللعيبه زي ما كلنا اتفقنا هبطت. تفكير اللاعب دلوقتي انه عايز يصطاد بس كونتر اتاك، هو شايف النادي الزمالك ما بيعمل زي ما عمل في اول شوط ماشي، يهاجم عليك ويروح وما شو ايه، ما عندوش الانياب اللي كانت ماشي. يقدر ينفس بيها، انما تاني شوط اصبح عنده تحركات واصبح عنده انياب، وانت سمحت له بالفرصه دي، سمحت له انه يستلم. يعني ايه احسن لعيبه فيهم يستلموا بهدوء؟ زيزو، بن شرقي، شيكابالا كويس، وعندهم عناصر شبابيه موجوده في الملعب بتعوض لهم الاندفاعات الاماميه. انت في نفس الوقت بقى عليك انت الضغط، بتطلب من مين؟ بتطلب من قفشه. بص الكره دي، كره الراجل علي معلول وشه للهدف، تخلص المباراه دي على فكره، دي تخلص الماتش خلاص، انت اللي هتبقى راكب مباراه تاني ومحدش عارف يجيبها. وفي نفس الوقت بص انت كام لعيب، 2 4 5 على 2 لعيبه بتتباصى وانت على، والخمس لعيبه واقفين مستنيين رد الفعل. يمكن حالتك البدنيه هبطت، واضح جدا ان الشكل الوحيد اللي انت بيبقى عندك ان اي رؤيه انت بتشوفها وتقدر تعمل باص ان بتوين لل في عمق نادي الزمالك، هو ده الحاجه الخطر اللي عندك، هو ده اللي بيديك الامل. احنا واحنا مغلوبين 2-1 قلت لك ايه، سهل قوي ان احنا بص الكره اخطاء، الراجل بيعدي ناحيه الشمال من اربع لعيبه هنا ويلعبها بالعرض، و الشناوي بيمد ايده عشان ياخد الكره بتعدي، خطا في ثلاث اخطاء في لعبه واحده لازم يصفر عن هدف. فحصل حاله بدنيه، سكون الدفاعات بتاعتك على اساس ان هي بتطلب المساعده من نص ملعبك اللي هو مش موجود خلاص، بنزول محمود متولي، وسلايا مش عارف يطلع قدامه يهاجم مع الشكل، وانقسم الفريق بعد ما كنت انت واحده واحده والكره الثانيه بتاعتك خلاص. نادي الزمالك بقى بيعدي من واحد واثنين وثلاثه، الملعب اتفتح بالنسبه له والمساحات اتفتحت، هو ده الفرق اللي حصل. وانت مش قادر تواكب، وبعدين اتخطفت في جولين، يعني جول تعادل بشكل عادي جدا خل عندهم الثقه، وده العادي في كره القدم. وادي الجول اللي انت جبته التعادل اللي من جوه، ايوه دي كانت اول كره لصلاح محسن، اول هدف لصلاح محسن. بعد الهدف ده انت المفروض بتلم نفسك وبتعظم من نفسك، بس انت عندك هنتكلم على حاله يعني، مش عايز اخد لا انا هكلمك على حاله سلية ماشي، قفشه خدت بالك، محمود متولي، دول العماد الاساسي لنقل الكوره من الدفاع عندك للهجوم. عايزك تتفرج على الملعب، الملعب ده كان خلاص حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ناحيه اليمين ومستنيين ان الكوره جي لهم، لولا الكوره اللي اتعملت بالعرض دي الشكل ده عشان انت متاخر بقيت انت اللي ليك السيطره انما اي سرعات كان فيها، كان في حاله بدنيه مش موجوده يعني.
في تعب في الفرقه. الضغط الهدفين اللي دخلوا عليك عملوا ضغط على لعيبه معينه، وقفوا بقوا عايزين اللعيبه اللي جنبها هي اللي عندها، زي ما قال بلال احمد عبد القادر جايه لنفسه بس، ما ملوش دعوه بالفرقه، بيدور على واحد ويعدي واحد واثنين اسلوب لعب مش جماعي، مش بتاعنا اللي هو 1 2 واروح زي ما عمل قبل كده في السعوديه، لسه قريب عامل جول في كاس مصر على ما اعتقد، اللي هو ال 1 2 وياخد الكره ويروح، تركيز وتفكير في استغلال امكانيات مش موجود. طب انا هعاقب الراجل اللي واقف ورا المدرب، ولا هنعاقب مين، ولا هنقول له اصلك ما لعبتش؟ مين اللي ما لعبش؟ كله لعب. هقول له ما لعبتش لويت سليمان ليه؟ انت فهمت انا قصدي؟ عندك لعيبه وصغيره في السن كمان، مش لعيبه مثلا بسن شيكابالا ولا سن زيزو ولا سن، لا دي لعيبه صغيره كلها. ف هي الكوره كده، التيكوف بتاعك كان الشوط الاولاني كنت لازم تخلص الحكايه، واحنا كلنا قاعدين زعلانين، انت زعلان وانا زعلان وهاني زعلان، قلنا مش هتجينا فرصه احسن من كده. أيوة. ذهبيه زي ما قال اسامه في اول شوط، فرصه ذهبيه ليك انك تخلص مباراه باثنين وثلاثه واربعه، ما حدش كان هيلومك ولا المتلقي كان هيلومك، يقول لك انا وحش. انا مش قادر، انت دوست عليا ودايما ما بتضغط عليا بتعرف تخلص معايا. وفي حاجه كمان يعني انا شايف دي سامي ادار المباراه كويس. أيوة. ولكن في حاجه حصلت غصبا عنه، تغييره حصلت غصبا عنه بتاعت حمدي. طبعا حمدي فتحي كان عامل لك اتزان في نص الملعب. مزبوط. في المواقف الدفاعيه. هل ده من اسباب خسارته وسيطرته في نص الملعب؟ طبعا. بص حمدي خرج في الدقيقه 62 والجون الاولاني جه في الدقيقه 67، مفيش البديل. ما الدكه البدلاء ما كانش عليها حد ارتكاز يقدر يسد في المكان ده، عشان كده هاني لما في اول الماتش قال كوكا ليه، كوكا سأل على كوكا ان معظمهم خمسه او سته قاعدين مهاجمين. أي. مهاجمين. أي. لما حمدي اتصاب في نص الملعب السولية مش هو اللي بيبقى ستة ستة يعني. أيوة. السولية فريتمه بيهاجم كمان شوية وكمان مع محمود متولي لسه راجع من إصابة. وحتى الماتش اللي فات خرج وبقى له كتير جدا بالعكس، الملعب اتفتح في نص الملعب. يعني احنا كلنا حاسين ان يعني حتى الزمالك كان ابتدى يسيطر على نص الملعب اكتر وبقت هجمات كتير عن. طب هو انت خسرت نص الملعب بسبب حمدي جزء كبير، حتى جزء انت ما عندكش كمان سيرد باك عشان تقول تطلع مثلا رامي ربيعه في نص الملعب وتلعب سيرد باك تاني. مظبوط. رامي ربيعه برضه في نص الملعب اعتقد بدر بنون مش جاهز بيقطع كويس، يعني مش هقول لك هيزيد لكن ممكن يقطع، بيقوم شويه بدور حمدي فتحي. لكن يعني انا كمان شفت الدكه، لا يعني كان لازم كوكا يكون موجود واحد نص الملعب، يعني لان محمود متولي لعب كويس المباراه اللي فاتت ادى وبعدين خرج مصاب، فبالتالي هو اكيد مش جاهز 100% يعني. وانت شايف ان الريتم المباراه بدا يعلى، يعني ريتم نادي الزمالك مش زي الشوط الاولاني، عارف لو الشوط الاولاني مش هتحس بفرق. مظبوط. لان الريتم بطيء يعني هو بالنسبه له الموضوع، لكن الريتم فجاه عالي وفي مساحات في الملعب، فانت يعني انت كلامك كابتن هاني وكابتن اسامه معناه ان انت كان لازم بعد الهدف الاول تزود وتعلي ريتم شويه. لازم ما انت في الشوط الاولاني، في الشوط الاولاني انت كان لازم تعمل حاجات كتيره جدا طبعا. كان لازم زي ما بنتكلم، كان لازم يكون عندك كمان شويه تنوع في الهجمات. نادي الزمالك كان عنده كل الاخطاء اللي خليك تعمل فرصه للتهديف. خط الدفاع واقف على خط واحد متقدم، فبالتالي اي كوره ملعوبه وجت خطر جدا، كذا كوره جت لنا من ورا خط الدفاع ما استغلناهاش. خلي بالك كمان محمد عواد كان في حاله مش كويسه بالظبط في الشوط الاولاني، حارس المرمى ما كانش في حاله كويسه. انت بلغه ما استغلتش كل ده. انت بلغه الكوره الشوط الاولاني انت ما دوستش عشان تخلص الماتش في الحاله اللي الزمالك كان فيها. يعني هاني وشريف ولما بلال اتكلم، انت جبت جون وسيطرت وواضح جدا انت متفوق، بس انت مش شرس على الجون، يعني انت مش شرس انك تخلص، هم مرتبكين خالص وملخبطين خالص، فانت ما خلقتش عدد الفرص انك تنهي. يعني لو جبت الجون الثاني بالحاله دي هم اللي جات لك يا كابتن، حتى التعامل مع الفرص اللي جت في واحده لشريقه قفشه يعني والله يا سما قاعدين مستنيينك هم بعد الهدف. يلا خلصوه. يعني هاتوا الثاني. الشوط الثاني بس الشوط الثاني يا كابتن، ضغط الزمالك اثر عليك بدنيا؟ ضغط الزمالك؟ لا هو خوف مش بدنيا. خوف. والدليل على كده انك انت بعد الهدف الثاني بتاع الزمالك ابتديت انت تهاجم، رجعت وابتديت سامي عمل تغييرات كويسه اللي هي بتاعت صلاح وطاهر، نزلوا عملوا تنشيط. الشحات لما رجع مكان هاني
ابتدى يزيد كمان، فابتدى يعمل كرات عرضيه، فابتديت تهاجم وابتديت ترجع للشكل اللي انت ممكن تتعادل بيه او حتى تكسب، وهم برضو نفس الشيء. فالتغيير حمدي فتحي دي اللي هي غصب عن سامي، مش بمزاجه انه اتصاب، مش وما كانش غير في حد من مفيش بديل غير المتوالي، مش جاهز بدنيا. مع برضو علامه استفهام، ويمكن هاني يتكلم فيها برضو والكباتن، ان احمد عبد القادر خد وقت طويل انه ما اتغيرش، رغم انه كان من اقل مباريات لاحمد عبد القادر النهارده. يعني بيرسي تاو اتغير بين الشوطين على طول بحسين الشحات، كان حالة بتاعته مش حلوة بدنيا. حتى أحمد طلع في الدقيقة 77 مش حالته خالص، يعني يعني مش مديلك التأثير. أنا واحد من الناس قلت أحمد عبد القادر مهاري، أحمد عبد القادر بيروح في روح واحد على واحد، كان بيزود في الكورة بتتخطف منه، مش عارف يعدي مع يعني لما تقعد تفكر في الماتش ما تحسش إنه في حاجة مؤثرة اتعملت لغاية الدقيقة 77 من أحمد. لكن طاهر وحسين وصلاح محسن عملوا حيويه شويه، ولكن تغيير او التفضيه بتاعت نص الملعب، خاصه ان السولية برده راجع من اصابه وكده، بدنيا مش عالي قوي في ناحيه القطع الكوره كده. حمدي كان عامل اتزان شويه في الحته دي، ممكن الكابتن مثلا على سبيل المثال كان ممكن جدا يوقف عمرو سته ويلعب عمرو قفشه مثلا، ونزود كمان واحد مظبوط الناس المهاجمين، يعني طاهر طاهر كان ينزل بدري مثلا، ينزل بدري يبقى عندك. بس انا يعني ممكن اختلف معاك في الراي ده، لان قفشه خد بالك قفشه بدنيا الشوط الثاني بيقل بشكل كبير، فما تدوش اعباء دفاعيه زياده من بدايه الماتش. اتفق معاك جدا، كان هيتفكر كان قفشه بيقوم بالدور ده في الشوط الاولاني، هو كان بينزل في الشوط الاول صح مظبوط، كان بينزل هو عشان كده بقول الشوط الثاني تقريبا كان بيلعب بلاي ميكر بس ناحيه سته، يعني كانه في سته صح. فطبعا كابتن سامي الله يكون في عونه، اولا الضغوط اللي عليه اصلا المباراه، ضغوط المباراه اللي طبعًا عليه، وطبعا اول مباراه قمه دي تبقى ضغوط عاليه جدا، لكن انا شايف انه ادار المباراه بشكل كويس جدا جدا. صح صحيح الحقيقه، وكان لازم اللعيبه تساعده في الشوط الاولاني، وكان لازم اللعيبه مرهقه تشوف. لا ما انا ما اعتقدش مرهقه كابتن، الشوط الاول انت مسيطر سيطره كبيره، يعني سيطره كبيره جدا، استنفست بقى انت يعني كابتن. بص يا كابتن، هو لما سيطر جاب جولين صح، جاب جولين لما سيطر عليه، لما مسك الماتش عليه. انت كان الطبيعي وانت مسيطر لازم تجيب جولين، الجولين بتوعك كان هيفرقوا، يعني كان هيغيروا شكل الماتش خالص، والله كان اكتر من جولين. بس خلينا اكلمك على حاجه يا كابتن هاني، احيانا تبقى كسبان جول وممكن تحافظ عليه حتى وانت مش في حاله فنيه كويسه، تمام. الاخطاء الدفاعيه عندنا متكرره، ده حقيقي. فانا ازاي استفاد كلاعب، ما بتكلمش على حد تاني، انا بتكلم انا كلاعب، الاخطاء بتكلم على الشق الدفاعي. انت ممكن تكون كسبان 1-0، انت في ايدك الماتش، في ايدك 3 جول، خطا دفاعي ماشي، وخطا دفاعي ما هي متكرره، ماشي، ما هي متكرره، هي المشكله. ما هو انا لازم، انا برضو كلاعب خلي بالك مش كل حاجه على المدير الفني، انا لازم كلاعب ابص واتفرج واتعلم من اخطائي. ايوه كابتن، هتعلم امتى؟ انت عندك 26 27 سنه، هتعلم والله يا كابتن، احنا ما زلنا بنتعلم لحد دلوقتي. ماشي انا ما هو خلي بالك برضو في بلغه الكوره كده بيبقى في حاجه اسمها سقف، ده سقف ماشي. مش عايزين نتكلم على لعيب بعينه، لكن لا احنا بنتكلم عن في اخطاء، في اخطاء بتبقى اخطاء في مدافع ممكن تتصلح بسهوله، وفي اخطاء بوزيشن بتبقى صعبه انك تعلمها، عايزه شغل كتير جدا، وعايزه فهل انت قادر انك هتدي لغايه ما تتعلم خلال المباريات دي؟ يعني حتى لو اتكلمنا على محمد هاني مثلا، ده لو سالت اي حد يقول لك عنده مشكله في التغطيه العكسيه، واحنا كنا لسه حتى قبل الاستوديو بنتكلم محمد هاني لعيب كويس ومجتهد، ولكن عنده شويه الاخطاء الدفاعيه في التغطيه، وارد جدا انه يزود الحته ديت، انه يشتغل عليها في بعد التمرين، لازم يشتغل عليها، ليها تمرينات معينه، ليها براكتس معين، ممكن مع الوقت تزيد. لكن ما انت كمان عندك مشكله، عندك مشكله، عندك مباريات كتيره جدا، وعندك تلاحم كل 3 ايام هتلعب ماتش، وعندك كل ماتش وليه ماشي. طب انت يعني ازاي تعالج الاخطاء دي في الفتره دي؟ ما انت يا اما تلعب بطريقه مختلفه، هتلعب بثلاثه مثلا، تلعب بثلاثه 4-3، عندك الامكانيات تلعب بالكلام دوت، يبقى عندك ثلاثه في الدفاع وعندك طرفين بيطيروا، ممكن تلعب كده لو انت عندك الامكانيات. لكن عندك اخطاء بتتكرر، وانا مش تاني ساعات ما بلومش على محمد هاني، انا ساعات بلوم
ان الناس بتسيب الناس تلعب كروس وهو مرتاح، ان الضغط من قدام. انت طالما دخلت التلت الاخير اللي هو التلت الدفاعي بتاعي، انت في الحاله ديت لازم يكون ضغط عالي جدا. نص الملعب مطالب بالضغط، لكن ممكن ما يكونش ضغط عالي قوي. لكن التلت الاخير، دخلت التلت الاخير بتاعك او التلت الدفاعي بتاعك، لا ده ما حدش يعني دايما بيقولوا الكروس نص جول، يعني بالزبط. اللي بيلعب كروس ده بالظبط ده نص جول. فانت كمان يعني الناس اللي بتوع نص الملعب، الباكات اذا كان باك يمين، لو اتكلمنا مثلا ناحيه اليمين في الكره بتاعت شيكابالا، الناس بتوع نص الملعب محمود متولي ما ضغطش بشكل كويس، فاتعمل الكروس بشكل كويس وفي خطا من محمد هاني مثلا. فانت ممكن على الاقل 50% من الاخطاء دي توقفها، ان اي لاعب يخش التلت الدفاعي بتاعك يبقى في ضغط عالي عليه. طالما انت عندك مشكله في الكروسات، عندك مشكله في الكرات العرضيه، فانت لازم يعني لو مش قادر تعالج دي بسرعه، لا عالج الحته الثانيه. طب انا كلاعب اعالجها ازاي يا كابتن؟ انا كلاعب ما انت هو ده براكتس، ده يعني بتيجي اولا لازم تدريبات بشكل مستمر، ومش عيب جدا انك تعمل تدريبات بعد كل ما تخلص تمرين. تعالى يا كابتن اعمل لي الكرات العكسيه، وهات اثنين رؤوس حربه معاك يشتغلوا معاك، والكره تلعب بالعرض، ابدا خش الكور التغطيه العكسيه اعملها بشكل كويس. البراكتس تمرين يعني انت أنا حتى كلعيبة. المشاهده يا ايمن يعني لسه هقول لكابتن هاني التمرين هل اقدر عليك نظريا؟ لا لوحده، لا مش لوحده، لا انت لازم تشوف يعني انت بتتفرج على شكل معين، بتتحط في مواقف كلها، لكن هو الموقف هو اللي هو اللي حدد. انت برضه كابتن بتتفرج على لعيب مش صغير، يعني انت بتتكلم على لعيب مش صغير. كابتن يعني كابتن انا عايز اتكلم رونالدو لما كان كل بعد كل تدريب بياخد الكوره يحط ويشوط 50 كوره عشان يحط ضربه، قال لك لا، مع انه كان متفوق فيها، لكن عشان يحافظ على الجزئيه دي بيتمرن عليها، علاقته بيها، فاهم؟ فدي محتاجه براكتس، دي محتاجه ان دايما انا عندي ديفو في الحته ديت، لا لازم اشتغل عليها بصفه مستمره. بعد كل تمرين اخد الناس بتوعي المدربين حاجه برايفت، حاجه تخصصي، واجيب واشتغل عليها، اطلع اطلع اطلع. هتلاقي في الملعب مش هيتحسن 100%، لكن حتى حسن 20 في 30 تدريجي. طبعا لازم نشتغل عليها طبيعي، وحتى فائده المشاهده كمان يعني التدريب جزء كبير ده العملي، لكن حتى المشاهده انت لما بتشوف نفسك في مواقف انت اخطات فيها وتيجي تتمرن عليها زي ما هاني بيقول، هتحسن من نفسك، ده طبيعي يعني. يا كابتن بلال بس خد بالك هاني برضه عنده مشكله في الكرات العاليه تمام، وخد بالك ودي امكانيات وقدرات لعيبه. انا مثلا ممكن كابتن رمز بيلعب دماغه كويس، كابتن شريف بيلعب دماغه كويس، انا بلعب دماغه كويس، طب احنا برضو عندنا في الحته الهجوميه شريف ما بيلعبش بدماغه، فانت كل الكرات العرضيه لما شريف بيلعب لوحده انت يعني انت قاعد كده وانت حاسس ان الكره يعني بنسبه 60 70 80% مش هتيجي جول، لان هو ما بيشتركش، ما بيلعبش بدماغه. الكرات اللي على الارض هو مميز فيها. انا بشوف ان هاني عنده مشكله في الحته دي، يعني الكرات العاليه كلها عنده مشكله في الحته، زي علي معلول بالظبط على فكره، اللي بينطبق على هاني هو نفس اللي بينطبق على علي معلول في وفي التغطيات العكسيه برضه على فكره. تمام، هما الاثنين عندهم نفس المشكله. تمام، الكرات العاليه فيها مشكله كبيره جدا. كل اللي كنت بتكلم معاك يا بلال قبل الهوا، لازم نفكر لقدام شويه طبعا. يعني احنا في تعاقدات بشكل كويس، لكن احنا لازم نفكر للحته اللي قدام. احنا لازم نعترف ان احنا عندنا بعض المشاكل في بعض المراكز. علي معلول هايل، ولكن من البديل؟ مش هيشيل لوحده. محمد طبعًا. هاني صح. عنده بعض الاخطاء. في كريم فؤاد، لكن برضه لسه عايز فتره برضه. فانت كريم محتاج فؤاد كان متعور النهارده، محتاج لا يعني ما انت كمان ما اعتقدش كان في حتى حد على مستوى الباك اليمين، كان بره القايمه، كان بره القايمه صحيح. فلازم نشتغل على دوت. احنا بنفكر كمان مش بنفكر تحت رجلينا، لا احنا لازم نفكر مستقبل، لازم تبص لقدام. خد بالك يا كابتن برضو دي في الاول في الاخر دي قدرات باللعيب والتاني. انا بعرف اعمل الحته دي، يعني هاني مميز في الحته الهجوميه ولعيب عنده سرعه وعنده، لكن في الحته الدفاعيه عنده بعض المشاكل وبعض المشاكل المتكرره، يعني لامكانياته وقدراته الشخصيه. بس انت بتتكلم هتحسن جزء يا كابتن. لا المهاجم بيبقى دايما ليه عذره. حلو ماشي، لكن اخطاء المدافع ملهاش اعذار. ملهاش طبعا، يعني اكيد. انت ايوه بالظبط، انت بلال محسوب عليه، انت بلال راس حربه هايل جدا، بتخطب بتلعب بدماغك كويس، بس الفينش الاخير عايز يتظبط. فدي تقدر تشتغل عليه، تقدر تشتغل عليه والناس هتغفل لك. صح، يعني تقدر تشتغل عليه مظبوط، انما غلطه المدافع. لكن المدافع يعني ايمن، انا عن تجربه شخصيه بلال، انا ايوه كابتن مسلم،
انا ما كنتش بلعب برجلي الشمال خالص. مظبوط. ورجل كنت اجي لما ارفع الكوره رجلي والله بجد. انا شفتك رجلي. انا كنت معاك بالملعب وشي رجلي يضرب في الارض. عارف يلعب فيها بعد كده. لا 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 رفع واحده رفع لك رفع واحده لا مش واحده لا كتير اشتغلت عليها بقى. لا والله بجد مش بهزر والله اشتغلت على نفسك. على كلامك اشتغل على رجلي. كانت رجلي ده عامل 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 الراجل الطيب ده جول في الزمالك علامه. لا لا والله لا عمل جول كتير ليا. ما بقولش ان انا مثلا برفع زي الشيكابالا او لان مش اشول انا هيمن. لكن انا اقصد كانت رجلي بتخبط في الارض يعني توجعني لما يعني لما اجي ارفع بالشمال من بس اشتغلت على نفسك فيها. التدريب في الزمالك بيقول اتحسنت. أيوة. فهو الفكره ممكن ما يروحش 100% بس على الاقل من تكرار المواقف بس في التدريب 90% ماشي. في مدربين اللي ما بيلعبش قدراته البدنيه كده كابتن الجسمانيه كده زي علي معلول هو قدرات يعني. بص اصل انت مش هتروح بالكلام في حته. لو كل واحد بيقدر يحسن من قدراته كانت كل اللعيبه اللي في الملعب بص هي كانت مسمى الكروس اللي انت قصدك عليها. لا هات الكروس سيبك مني الكروس هات الكروس بتاع الكروس الكروس ده القلشه يا كابتن اسامه من نص. لا 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 بص بص انت بص يا كابتن لا لا خلي بالك في رؤيه خلي بالك لا ده في نقطه ثانيه كمان بص لا يا كابتن اسامه بص ارضيه الملعب برضه كانت الكوره لا بس كابتن حسين السيد عمل واجب مع كابتن مشاوي في اللعبه دي بالعكس. لا لا راحه صعبه صعبه جدا. خلي بالك كمان المدرب والمدير الفني لازم يكون يعني احنا ساعات لو انت ما بتلعبش برجليك الشمال كويس هيجي يقول لك التقسيمه او السمول جيمز يقول لك ما تبصيش غير بالشمال. أيوة. حتى لو غلطت أيوة. يعني امشي لكن لما تيجي تلعب الباص العب بالشمال. هتغلق في الاولانيه والثانيه والثالثه لكن الشمال بتاعتك ايه هتلاقي البراكتس. بس عايز اقول حاجه يا كابتن يعني الكلام ده في القطاعات الماشيين اكتر من حلو. طبعا انا ممكن احسن فاهم الشمال استنى استنى الشمال بتاعتك كانت مباراه في القطاع الناشئين اكتر لانك انت معلم اكتر في قطاع الناشئين. ولكن ايضا وحتى لو وصل بيلعبوا في مانشستر سيتي وبتاع في تدريبات تخصصيه للمراكز لراس الحربه للمدافع للمواقف اسامه وانا كنت اشول. لا لا هو شريف ما كانش اشول. مظبوط كنت بتلعب. لا كنت اشول انا رجلي الاثنين يمين يا كابتن. ما شاء الله فهي زي ما قالك هاني هي تدريب وانت بتعود نفسك على كده وانت زعلان انت زعلان عشان ما بتاخدش قدرات كابتن. بص يا كابتن انا او ما بتلعبش برجلك الشمال كويس هي تدريبات. انا كنت بيجيلي اوقات اقسم بالله بيجيلي اوقات بنزل لوحدي بعد قبل التمرين او بعد التمرين ما بعملش حاجه خالص غير ان انا قاعد الكره وبرجلي الشمال قاعد الكره لغايه ما بقت عاده عندي. وازاي اكيف اشغل رجلي الشمال واريحها كمان أي. يعني ممكن اعمل كده واروح واخدها عادله واحط وش رجلي. لا كل ده تمرين كل ده مواقف كل ده بتجي لك في الماتش. اي حاجه بتعملها في التمرين بتتحقق في الماتش وكلكم عارفين كده. فمش احنا هنكلم لعيبه كبيره دلوقتي ان ننصحها انها روح اتمرني. لا احنا بندور لكم على اللي جاي. انا بدور على النهارده انا عايز اكسب الماتشات اللي عندي اللي جايه باداء كويس بالامكانيات اللي عندي انا دي كلها انها تركز ان عندك فرصه ذهبيه النهارده. لو خدت المباراه اللي جايه دي تبقى عندك 5 نقاط بتاخد نفس كبير قوي قدامك وتاخد الثقه انك انت تلعب في الملعب ان انت صاحب البطوله. احنا زعلانين ليه النهارده؟ النهارده الماتش ده عشان كمان عارف يا كابتن لو المباراه رايحه جايه انت مش هتزعل. يعني لو المباراه وان سايد جيم يعني لو من اول الماتش احنا ما شفناش انت بتهاجم والزمالك بيهاجم بالعكس ده نتيجه التعادل لصالح النادي الاهلي. لان انت اللي بتوديهم ناحيه ثانيه يعني لكن انت زعلان هي اللي بتوديهم انت زعلان يا كابتن عشان كان الماتش في المتناول. مباراه كانت سهله بالنسبه لي يعني من يعني عايز اقول لك اسهل من مباراه صيد المحله برضو لازم نقول في الشوط الاول. انا بتكلم على الشوط الاول بتكلم على الشوط الاول يا كابتن. هنروح للمؤتمر الصحفي ونشوف كابتن سامي قمصان قال ايه بعد المباراه. في البدايه طبعا كنت اتمنى ان احنا نكسب. اعتقد بدانا المباراه بشكل كويس كان عندنا استحواذ كويس وصلنا كذا مره للجون كنا ممكن ناكد بالجون الثاني بعد المباراه. ماشي اتكلمنا طبعا مع اللعيبه ان بدايه المباراه مهم جدا ان انت تحسم المباراه خصوصا في الشوط الاولاني اشتغلنا على كده. كان عندنا طبعا الهدف الثاني لكن الشوط الثاني برضو نفس القصه كنت عاوز احاول ان انا افكر في الجون الثاني فعشان كده غيرت برضو بيرس ما كان حاسين عشان يديني استمراريه في الاداء وعشان برضو بيرس كان لاعب ماتشين في جنوب افريقيا كان لسه راجع من اليابان كان مجهد طبعا وتوقيت المباراه بالنسبه لنا طبعا مش احسن حاجه اللعيبه الدوليين رجوعهم لينا في توقيت قليل يعني
مع طبعا إصابة ديانج وإصابة أيمن أشرف، وطبعا الجهد البدني الكبير اللي عمله السولية وحمدي. حمدي يمكن كان ما شاركش في ماتش كوريا، لكن كان عنده جهد بدني يعني. فكنت ترتيب المباراة اللي أنا عاوز أخلص المباراة بدري عشان أقدر أريح اللعيبة ديت يعني. لكن الحمد لله في الأول والآخر طبعا احنا رجعنا للمباراة تاني، وكان عندي ثقة في اللعيبة كبيرة اللي احنا نكسب المباراة. وبشكرهم طبعا على الجهد دوت والتصميم اللي هم يرجعوا المباراة تاني، فالحمد لله. لا، ما فيش حد في النادي الاهلي بيلعب وهو عنده شك يعني. عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه اللي لعبت. شناوي حارس كبير، لعيب عنده خبرات كبيره، لعيب قائد للفرقه. فشناوي كان سالم 100%. التباين اللي انت بتتكلم عليه زي ما وانا اتكلمت في البدايه وقلت ان كان مهم جدا استغل الحاله الفنيه اللي عندنا، استغل نادي الزمالك والغيابات اللي كانت عند نادي الزمالك، واقدر ان انا اخلص المباراه خصوصا الشوط الاولاني. وهو ده اللي سعيته، وده اللي كلمت اللعيبه، وده اللي حاولت اعمله يعني. عملت اقصى ما عندي طبعا، لكن في الاول والاخر انت برضه بتلعب منافس عنده شخصيه، طبيعي لو يرجع في المباراه. وهو رجع فعلا في المباراه، لكن الحمد لله احنا قدرنا برضه نرجع تاني ونسجل هدف تاني. كنت اتمنى طبعا اسجل الهدف الثالث عشان ثقه جمهور النادي الاهلي طبعا الدول الواحد، لكن في الاول والاخر برضه الحمد لله عندنا مباراه ثانيه. ومهم برضه ان انت بتلعب مسابقه دوري عام يعني، منافس يعني نادي الزمالك طبعا. النهارده لما تاخد منه 4 نقاط كنا طبعا نامل ناخد 6 نقاط، لكن برضه خلينا نبص للجانب الايجابي وان شاء الله نقدر نبني عليه ان شاء الله اللي جاي. كابتن سامي، طبعا بنحييك على المباراه بتاعت النهارده طبعا، وكنا واضح على لعيبه الاهلي الاجهاد. هل انت وجهه نظر حضرتك مثلا ان تلاحم المواسم اللي عليه لعيبه الاهلي واستهلاكها ما بين المسابقات المختلفه افريقيا ومحليا بجانب ان هم لعيبه منتخبات، هو ده ممكن يكون اللي خلى اللعيبه النهارده يظهر عليها الاجهاد في الملعب بشكل أفضل؟ طبعا دي حاجه واقع يعني، احنا عايشين وكل الناس عارفين الامور دي كويس جدا يعني. احنا بقى لنا فترات كبيره جدا ما فيش فترات راحه بين المواسم يعني. اللعيب دلوقتي حتى معدلات المباريات بقت اكتر، بقى في دوري وكاس بطوله، شاركنا في بطوله العرب، شاركنا في بطوله افريقيا، شاركنا في تصفيات كاس العالم. وانت عارف دايما قوام النادي الاهلي طبعا، قوام المنتخب دايما من النادي الاهلي، لكن ده قدر انت لازم تسعى عنه. وده هدف من اهداف النادي الاهلي دايما، اللي هو داعم لكل المنتخبات، وده اللي بنسعى عليه. لكن اتمنى طبعا زي ما انت قلت طبعا ان الناس تستوعب كده ان اللعيبه دول بشر مش الات. مهم جدا ان هم يريحوا، مهم جدا ان هم ياخدوا فترات راحه بين المواسم. النهارده بتشوف كل العالم رغم الظروف اللي فاتت في كورونا وضغط الموسم السنه اللي فاتت، لكن دلوقتي رجعوا وحاولوا ان هو ينظموا الامور تاني، وبدات الدوريات في العالم ترجع زي طبيعتها يعني. فاتمنى ان شاء الله ان احنا ان شاء الله نتدارك الاخطاء دي ان شاء الله. اتفضل اخر سؤال يا استاذ، اخر سؤال اتفضل. كابتن سامي، احنا شفنا تشكيلات الشوط الثاني تراجع بدني كبير جدا من الاهلي النادي الاهلي، وكان عندك فرصه 5 تغييرات كان ممكن تتدرب منهم بشكل بدري شويه، تغيير بتاع الطاهر او تغيير صلاح حسين، شفنا كانوا متاخرين شويه في المباراه، ولما نزلوا عملوا نشاط اكتر من الاول. لا، تغيير واحد يعني الشوط الثاني ما كانش كافي لحاله الاجهاد يعني. وزن اعمل كام تغيير؟ ماشي، انا عملت بين الشوطين تغيير عشان بيرس قلت كان جاي من مسافه بعيده جدا اليابان، وكان عامل ماتشين ولعب ماتشين. فبدات طبعا بيرس ان انا مش هقدر اعمل 3 تغييرات في بين الشوطين عشان الجهد البدني. مهم جدا ان انت تحافظ على شكل الفرقه، طريقه اللعب اللي احنا بنلعب عليها. لكن مع مجريات المباراه قدرت ان انا اغير في التوقيتات انا شايفها لا مناسبه، لان انا دايما كنت عاوز اكسب يعني. فكان مهم جدا ان انا احافظ على الشكل دوت، والتوقيتات التغييرات شايف من وجهه نظري طبعا يعني شايفها لا مناسبه. شكرا.
النهارده طبعا علي طبعا اصابه طبعا عنده شد، وحمدي نفس القصه، وديانج عنده في ركبته كان عنده مشكله في الغضروف وهو حقن بلازما يعني، وايمن اشرف برضو حس بركبته. اتمنى ان شاء الله خلال الفتره القريبه البسيطه دي ان شاء الله الفرقه ترجع ان شاء الله. اولا عاوز اقول حاجه اخيره بس، اللي انا طبعا بعتذر جمهور النادي الاهلي، كنت اتمنى ان انا اعمل احسن من كده، كنت اتمنى ان انا اكسب، كنت اتمنى ان انا اساعدكم يعني، لكن في الاول والاخر انا عملت اللي عليا واللعيبه عملت اللي عليا، بشكر اللي عليهم بشكرهم طبعا، وان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله تكون احسن ان شاء الله. شفنا كلام الكابتن سامي قمصان ورضاه عن النتيجه، وان كان طبعا هو اللي احنا من بدايه المباراه والفرصة برضو كانت متاحة، ولكن الإجهاد اللي عليه بعض اللعيبة هو اللي أثر بعض الشيء الشوط الثاني. نتمنى التوفيق الفترة اللي جاية، فترة مضغوطة جدا يعني، تقريبا أنت هتلعب كل ثلاث أيام مباراة في الدوري وفي مسابقة كأس مصر اللي هي بتاعت السنة اللي فاتت. نتمنى التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي الفترة القادمة. هنروح لفاصل، نرجع مرة تانية بعد فاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شفنا الكابتن سامي قمصان في المؤتمر بعد المباراه، يعني هو عنده حاله من الحزن، من الزعل شويه، ان الشوط الاولاني كان ممكن نستغله افضل من كده، ولكن التعادل اعتقد انه الكابتن سامي راضي عنه. بص يا كابتن ايمن، هقول لك على حاجه. انا مكان كابتن سامي النهارده، انا جاي لي لعيبه من المنتخب. ايوه، ما فيش، هو اتكلم عن حاله الاجهاد، اللعيبه جايه تعبانه جدا. ايوه، ولازم نعترف بكده. أي. لما بيقول لك حاله ارهاق، حاله ارهاق. سوليه مش قادر يعمل اي حاجه في الملعب. علي معلول جاي من عندهم من فرقته هناك، خارج نطاق الحاله البدنيه العاليه. كويس، لعيبه جايه منهكه. ياسر ابراهيم نفس الشكل، يمكن ياسر واقف على حيله شويه في وسط الناس دي. محمد مجدي قفشه، عدم اللعب واللعب، وانت هتلعب مع منتخب، لا مش هتلعب، هزيمه من اثيوبيا وتروح على تاخد هزيمه من كوريا، اللعيبه دي كلها بتتاثر نفسيا. اي لعيب طلع بره ورجع لك، انت لازم تعرف احنا كلنا كنا لعيبه يا كابتن ايمن. انا لما بسافر وارجع من سفريه ببقى عايز خمس ست ايام اقعد الم نفسي تاني كلعيب. انا زمان كنا بسافر برجع اقعد اسبوع، او ما كناش عندنا ماتشين في الاسبوع. كنت بقعد يعني اسبوع بحاله بقلمع، يتعمل لي تمرينه جامده وانزل عشان اادي. كلنا لازم، احنا كلنا عارفين كده. يا جماهير، في حاله ارهاق في الفرقه، والغلطه اللي احنا عملناها واضح من انك انت بتضغط في الشوط الاولاني، استنفذت خلاص اللي عندك. الظروف اللي عندك كمان ما عندكش احتياطي لنص ملعب، ما نعرفش ايه هو الظروف اللي فيه. عندك واحد متعور، عندك اصابات كتير قوي، عندك حمدي فتحي بيلعب وهو مصاب والاصابه دي مزمنه بقالها فتره، عمرو سوليه جاي خارج حدود الخدمه، تركيز الاحداث اللي بتحصل، الناس بتزعل، اللعيب ده بشر. الرغبه اللي عندك في الوجود اللي انت كنت فيها 1-0، عايز تحافظ على الماتش، ماشي، ما حصلش سيناريو زي ده، ونادي الزمالك انطلق بقى، نادي الزمالك كمان اللعيبه هتعمل ايه؟ عايز تعوض، تلعب بكل قوتها، وانت تقدر لو انت في حالتك الطبيعيه كل كورتر اتاك بجول على نادي الزمالك. الشوط الاولاني انت مغلوبين 2-1 وعارفين احنا عندنا الشوط الثاني بنتكلم احنا هنتعادل يعني. فانا مع سامي قمصان النهارده، ولا كنت تعتذر ولا اي حاجه، انت عملت اللي عليك النهارده، واللعيبه دي الامكانيات المتاحه زي ما الكابتن بلال قال، هي امكانيات وهي يعني مباراه، والمباراه حصلت وكل مصر عارفه ان المباراه دي، بس نتكلم كجماهير شويه، المباراه هتطلع تعادل. انت سالتني قلت لك اتمنى الاهلي يكسب النهارده، بس في ظروف النهارده حاله الكره المصريه عموما توصلك للمشهد اللي انت شفته. لما شفنا الشوط الثاني شمينا النتيجه، شمينا ريحه ماتش. يعني الماتش الثاني بلال قال لك ملاكمه،
تك تك زنقنهم واحده والثانيه ما ركزتش انك تخلص. قفشه لو في حالته العاديه بومبا هتلاقيها جوه الجون 2-0، هات الكره من جوه بنحاول في الثالث والكره هتدي لك بقى وهتمشي. يبقى اليوم يومك يعني، انما هو يوم فير وعادل. وسامي قمصان انا بحب سامي في وقفته على الملعب، عنده روح يقدر يبسهل اللعيبه. انما لازم نعترف يا جماهير النادي الاهلي ونعترف كلنا ان فرقتنا مش سليمه كلها، احنا فرقتنا مش سليمه، لكن الفتره الجايه هنعمل ايه؟ لازم يبقى في ناس من الشباب اللي موجودين عندنا يكونوا موجودين تحت طلب الشباب مع الخبره في الملعب وتعلمها لنا الناس كلها، الخبرات صالح سليم حسن حمدي الناس كلها علمونا الخبره دي جواهر مع الولاد الصغيرين بتخلي فيه شكل، بتخلي فيه اداء مع روح الفانيلا الحمراء. انا بتكلم كلام والله مش متزوق، دي الحقيقه بتاعتنا. فاللي حصل النهارده ده خلاص مبروك التعادل النادي الاهلي، نخلص الماتشين بتوعنا اللي جايين على سلام باذن الله، تطعيم ما اعرفش، نسيب الراجل حتى اللي موجود ده من غير ما نطروه نفسيا. يعني دي مسؤوليه كبيره قوي ان انا ابقى راجل جاي بمسك فيت النادي الاهلي ماتش اهلي وزمالك اسامه، يعني مش سهله. وعدت الجول ورجعت للملعب تاني بتغييراته، ففي النهارده ايجابيات كتير جدا في الفرقه. ولكن انا معاك يا سامي لان انا لعيب كوره وفاهم كويس قوي، في حاله ارهاق كبيره قوي في لعيبه نادي الاهلي، واحنا بنيجي على لعيبه معينه. ها يعني انا باجي على حسين الشحات كتير قوي، باجي على طاهر محمد طاهر كتير قوي. ليه؟ لانهم بيلعبوا على فترات، ببقى عايزهم يحسنوا من نفسهم، الكلام اللي احنا قلنا في التمرين انما الحكايه انا لما اجي العب ببقى محتاج 2-3 جنبي كويسين، حد تحتيه كويس، والراجل اللي هيفنش الكوره كويس. زي النهارده ما نزل صلاح محسن فريش، اول كره عرضيه اول لمسه تيك جول وجات له، وابتدى يجري بنفس الكلام ده وابتدى وهيرجع نفسه. فانت محتاج كل اللعيبه دي في الفتره الجايه. ازاي بقى سامي في الفتره دي يعمل الهارموني والتوليفه دي والتدوير صحيح في المرحله الجايه؟ مشكله صعبه جدا برضو جدا. فجود لك يا سامي وهارد لك النهارده ومبروك في نفس الوقت. ماشي كابتن اسامه، عن معانا الاهداف فنحلل هدف هدف كده، بدايه من الهدف الاول للنادي الاهلي. لو جاهز يا سمير بالهدف الاول. ماشي هنا يا ريت تجيبه لنا على الشاشه بعد اذنك. ادي الهدف الاول. ماشي اتفضل كابتن اسامه. طبعا السيطرة كانت واضحة للنادي الأهلي من الشوط الأولاني، وكان من أول دقيقة في اللقاء يعني. فبتتنقل الكرة بين الثلاثي الخلفي اللي هم السردباكين وحمدي فتحي. ده هدف مبكر في الدقيقة 11 يا كابتن. هدف مبكر لأن كان واضح إن النادي الأهلي هيجيب هدف. أيوه. لأنه الزمالك الشوط الأولاني مستسلم تماماً ولا بيضغطوا. ايوه بالظبط، ما فيش ضغط واستلام بكل اريحيه. اريحيه، وبعدين الثلاثه اللي ورا شايف بيطلعوا ازاي، عبد الشافي والونش وحمدي ماشي وقفتهم مظبوطه، بس ساعه لعب الكوره من رامي ودي قلت لك انا لو تتذكر الشو قبل ماشي. طبعا خطا كبير من محمد عبد الغني، كانت كوره للمدافع سهله جدا انها تطلع، بس اخطا فيها، لا هو طلعها الامام ولا هو رجعها كويس لعواد، نزلت لشريف اللي اتعامل معاه بهدوء واقتدار صحيح، يعني بكل سلاسه حطها عكس ما عواد طالع. وانا شايف ان الجون ده صعب على عواد لانه راحت في منطقه كان صعب يلحق يتحرك فيها الكره دي. بعد اذنك وقف وقف بعد اذنك الجون ده لو انت تفتكر الشوط قبل اللقاء انا قلت لك الكوره الطوليه خلف المدافعين مظبوط، وقلت لي على جول حسين الشحات، جول حسين الشحات و من تمرين رامي ربيع اسنر كمبان، لان ده الاهلي شغال على اللعبه دي كتير. بس طبعا خطا واضح من عبد الغني، بس المهم استغلال شريف. لا وبص بصيته يعني، يا ريت ترجع قبل ما الكوره نزلت لشريف، قبل ما تنزل لشريف بص بص لا بص وهي نازله لا ايوه وهي قبل ما لا وهي ورا كمان ورا كمان شويه لا ورا رجعها ورا شويه كمان كمان رجع كمان 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 بص هو بص ازاي على عواد بص مزبوط شفت مزبوط اللمحه الرؤيه الاولانيه شاف الأولانية شاف ان عواد هنا في الزاويه القريبه فحطها له بكل هدوء في بطن شوف هو شاف كده هي دي هو ده الجول هو شاف ان عواد جاي في الزاويه القائم الاول الزاويه القريبه فحطها له بباطن ده غير يا اسامه ان انت بتحب محمد شريف لا هو هداف بس هو
ماشي كابتن هو اتعامل معاك كويس قوي. لا بس لازم نقول لمحمد شريف ان اسامه بيحبك جدا يعني. اه طبعا هو مهاجم كويس وبيعرف يجيب جون وكان هداف الدوري السنه اللي فاتت فحطها بكل سلاسه واقتدار يعني. صحيح بس انا برضو عايز اتكلم عن الكره الطوليه بتاعت رامي ربيع. اه ما انا بقول لك دي من ايام مستر موسيماني من ايام مستر موسيماني كانوا وتشوف وبرسي توفي اهداف ليه كده وحسين الشحات ليه اهداف كده وطاهر محمد ليه طاهر ليه في اوقات بيعتمد على الكور الطوليه اللي جايه من الخلف سواء من السوليه من المدافعين خلف الفرد باكات سواء بيلعبوا باثنين او ثلاثه. صحيح. طيب كابتن هاني الهدف الاول نادي الزمالك. لا هاتها لنا من البدايه يا سمير. هات برضو عشان نعرف عشان نعرف يعني بس ايه بدايه الهجمه. ماشي واضح ان في عدم تمركز بشكل كبير يعني بدايه الهجمه لو اتكلمنا طبعا كان اعتقد كان في فاول وتلعب بسرعه. ايوه الموقف ده اولا موقف صعب يعني في مساحات كتيره جدا الاثنين بتوع نص الملعب دايما متعودين محمود وتولي وعمر السوليه اعتقد ولا اللي داخل ده كمان ياسر ابراهيم في طبعا وقفه مش صح عمر السوليه لازم الاثنين عمرهم ما يكونوا على خط واحد ففي مساحات ظهرت لشيكابالا الجزء ده كمان بنتكلم ان لغايه دلوقتي تمام ما فيش مشكله لازم يكون الضغط اعلى شويه خلاص انت بتلعب جوه 18 تقريبا يبقى الضغط عالي شويه موقف لا موقف الثلاثي موقف 3 على 2 ايوه بالظبط يعني موقف 3 على 2 لكن شيكابالا كمان وسع لنفسه وخد مساحه اول بقى الكره جت لشيكابالا ايوه الكره ديت كان لازم يكون في ضغط عالي جدا جدا وانت عارف اوريدي ان شيكابالا يعني يخش لجوه ويشوط يا ما هيعمل هي اوريدي على رجله الشمال وبالتالي لازم يكون في ضغط من محمود متولي الضغطه لازم تكون قويه جدا وحاول بقدر الامكان تمنع الكروس مشي الصوره لحظه واحده بس اثبت هنا الضغط طبعا ضغط ضعيف جدا ماشي ماشي يعني المساحه اداله المساحه واداله الوقت اللي ممكن جدا يعمل فيه الكروس طب تعالى لحظه كابتن انا عايز ابص على الوقفه ماشي هات لي الكوره يعني رجعها بس ثانيه ورا ماشي كده هاني واقف صح بس اقف هنا دلوقتي هاني كل ده واقف صح صح وخلي بالك كمان المفروض الطبيعي ان كمان الراجل اللي طالع من ورا خالص من ورا هاني ده اللي ما جاتلوش الكوره لازم حسين الشحات يرجع معاه لازم يكون موجود لازم الارتداد بس لحد دلوقتي يا كابتن هاني واقف صح ماشي هاني شايف الراجل وشايف الكوره الغلطه في بعد كده انا بتكلم كمان الغلط اللي بدا من الاول ان مفيش ضغط عالي على شيكابالا ومعروف ان شيكابالا بيلعب كوره كويس يعني خلاص شيكابالا عمل مساحه خد الكرة لازم 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 الضغطة تكون أقوى من كده نمرة واحد من محمود متولي نمرة اثنين الوقفة لغاية دلوقتي تمام ما فيهاش مشكلة لكن جزء من الثانية اللي هو سبق فيها اللي راح يعني فيها بن شرقي وسبق سبق هاني هو هاني لازم يشترك معاه لازم هو اللي يسبق يعني حتى لو يعني أنت بتتكلم لو أنا حتى اللي سبقت والكرة جت أعلى مني شوية ما فيهاش مشكلة لكن ما بقاش أنا اللي متأخر والمدافع هو اللي قدامي أو المهاجم هو اللي قدامي والجزئية اللي كلمتك فيها لو نرجع بالكرة كمان ما فيش احتكاك يعني ما فيش الاحتكاك بالجسم خالص يعني هو بن شرقي طالع بشكل كويس وحط الكرة بكل أريحية فالجزء هنا طبعا زي ما بنتكلم تاني عايز تمنع ده يبقى شيكابالا يضغط عليه بشكل أفضل من كده الكروس يتعمل يبقى هاني من بدري ممكن من جدا في اللقطة دي انا اخش كمان جوه يعني بالزبط. هاني يخش كمان خطوتين على الشمال كده كابتن هاني وكمان ما ينفعش يبقى 2 على 2 في الحته دي ماشي يعني هنا التمركز بتاع ياسر برضو حلو. يعني مش بالنسبه لي مش جيد يعني اتخلقت لان الكره اتلعبت بسرعه وكان عندك برضو ياسر حتى ابراهيم حتى هاني بص شيكابالا ياسر ابراهيم ما كانش ليه دور قوي هنا لكن وبن شرقي بيشاور لشيكابالا كمان يعني بص بيقول له ابطالي يعني بالزبط. الطبيعي ضغط عالي على شيكابالا هاني قبل الكره ما تترفع يخش شماله خطوتين يعني على جوه خطوتين ما يستناش يعني هيصعب الامر شويه على بن شرقي هيصعب يعني لو هاني مزبوط. حتى في الوقت دوت داخل لجوه شويه هيكون بن شرقي قدامه فالمساحه اللي هياخدها بن شرقي مش هتكون موجوده بن شرقي خد المساحه ما بين رامي ربيعه وما بين هاني لو هاني مصغر المساحه دي شويه يعني دي المساحه 9 متر تمام مسافه كبيره فلو هاني دخل شمال شويه قبل شيكابالا ما يلعب الكروس كان هاني دخل شويه كانت المساحه هتبقى 5 متر مثلا ايوه فالمساحه ال 5 متر دي على الاقل مش هتدي اريحيه لبن شرقي ان هو يحط كرة كويس صح غير كده لو انت ما لحقتش توصل يبقى على الاقل تستخدم جسمك
يعني كان في حلين ثلاثه لمحمد هو خلاص بس هو دلوقتي كابتن هاني بعد اذنك انا عايز اتكلم ماشي انا عايز اتكلم برضو في التواجد الثلاثي دول محمود متولي ايه علي معلول وياسر ابراهيم ايوه ده كان اصلا موقف المفروض يبقى على 2-2 على 2 بالظبط مش 3-2 بالظبط ونوفر الاول ان ممكن جدا ياسر هو اللي يكون واقف بالزبط. بزياده فيكون عندك واحد واقف بزياده فهيأثر المساحات شويه لكن خلاص احنا بنتكلم ان خلاص ثلاثه ضغطوا لكن ما منعتش الكروس تاخير شويه من محمد هاني انه يخش لجوه دي نمره 2 نمره 3 ما فيش الاحتكاك ما بينه وما بين بن شرقي كان لازم يزق الكتف طب هاتهالنا تاني معلش في الكروس بس لا انا عايز اسال على حاجه لا بس لا عارف يا ايمن انت عارف انا عايز اسال لا اقول لك بس الاعلى بقى منها بالبوكس يعني لا الاعلى منها كمان طلع لا بص بالبوكس الاعلى منها قوي بقى دي بقى مرحله عاليه جدا ايوه ان رامي وهاني لحظه قبل ما شيكابالا يحط رجله يكونوا طالعين بسرعه على خط لا ممكن صعبه كابتن اسامه لان بن شرقي ورا كمان يا كابتن على نقطه الجزاء بص يا كابتن بن شرقي فين بص يا كابتن دلوقتي انا مش بقول دلوقتي طب هو كمل بقول في اللحظه دي مش كمل يا كابتن لسه هوريك ما يخشوش من جوه 6 يارده بص صعبه كابتن اسامه والله صعبه رجله اسامه انا بص انا ليا وجهه نظري يا كابتن هاني وكابتن شريف يعني ممكن اكون غلطان ممكن اكون مخطئ هل معلول هتغطى كابتن بلال كابتن اسامه كابتن اسامه هل كان من الممكن ان الشناوي يطلع يخلص الكره دي انا شايف انها كان صعب ان يطلع انا شايف من وجهه نظري انها كانت في كره سريعه قوي ارتفاع واطي شويه طب نكمل كده طيب. نكمل أنا شايف كره سريعه نكمل كان ممكن يشترك بالبوكس انا شايف كده الكره سريعه قوي هي سريعه بس كان ممكن يشترك يعني وفي ليفل مش بتاعه لا كان ممكن اهي لا كان ممكن يطلع لا كابتن يعني ما هو لو كان واخد القرار لو كان القرار من بدري لكن انا شايف ان ارتفاع الكوره وقوه الكوره كانت صعبه احنا شايفينها بالبطيء اصلا صعبه يعني احنا شايفينها بقول لكم ايه وقف في الجول هياخدها جول يعني هو على فكره طلع الخطوتين دول هياخدها هو جول. على فكره خد القرار انه عايز يطلع وبعدين ثابت وقف تاني ثابت تاني يعني هو كان هيطلع يعني انا شايف الكوره دي لازم تتمنع من الرفع اصلا مش عايزين نحمل هاني قوي لكن جزء مهم جدا ان محمد هاني اللي كان لازم يعمل حلين من اللي احنا قلناه يا اما يدخل لجوه شوية او يشترك مع او يشترك بقوه شويه مع بن شرقي وبعدين هاني عايز اقول لك على حاجه العرضيه دي بالكره داخل الجون محمد هاني الراجل اللي جاي بيغطي برضه وطلع لغايه فوق ما ده اللي جايب وشه غير طبيعي ما عشان كده كان الجول ده اتكرر فينا في ماتش رجاء برضه طيب ماتش رجاء خد بالك احنا جاي فينا جون تقريبا نفس يعني ده الجون الثاني طب ده الجون الثالث يا كابتن الجون الثاني يا كابتن بلال بتاع نادي الزمالك البدايه اتفضل يا كابتن بلال دي الكوره اتلعبت في مكان فاضي طويله يعني هنا دلوقتي التمركز صح التمركز صح جدا يعني مظبوط تمام بص هنا يا كابتن بص بقى خد بالك من طلعه بره هنا يا فاول طلعه طبعا بره طبعا الملعب. لازم ادخل يا كابتن لازم اعطل الكلام ده ما ينفعش اديله مساحه لا نستنى الكره دي هنا معلش نرجع ورا بعد اذنك ثانيه يا سمير بس هنا بص يا كابتن لازم اكمل يا كابتن انت بتتكلم على تقريبا تلتين ملعب النادي الاهلي طب بص هيوصل لحد فين كمل من هنا كمل يا سمير من هنا يا كابتن لازم اكمل انا يجيب الكره يجيب معلش يجيب اللعيب يعني انت هتكون قريب منه اكتر بالظبط بص يا كابتن انت عملت ايه دلوقتي بص ادي رجع ثاني خلي بالك ده هيسلمها تاني بص كمان بص ربيع بص يا كابتن ربيع راح فين اساسا طبعا هنا في فرق سرعات اكيد يعني وعلي معلول نفس التغطيه برده نفس انت عايز توقف الكره في ال 18 صعبه جدا يا جماعه علي كان لازم يطلعها بنفس الاتجاه اللي جاي من الكوره بيمينه يا كابتن لازم كمان تطلع. ما تنساش ان يعني بعيد عن علي معلول بص كمان الاثنين اللزق اللي سابقين عمرو السوليه وسابقين دي المفروض المنطقه دي املاها السوليه او محمود متولي يعني حتى لو اتلعبت لورا جول دي ما راحتش ناحيه علي معلول لو اتلعبت لتحت شويه جول برضه جول فعندك امام عاشور اعتقد ده امام عاشور يعني ناحيه الشمال وفي كمان لعيب حسام لو حسام بص يا كابتن ياسر يعني انت بص يا كابتن انت بتتكلم على كثافه عدديه في ال 18 لنادي الزمالك اكتر من الكثافه الدفاعيه اللي عندك في جوه ال 18 4 على 3 يعني ده موقف بتتكلم 4 على 3 موقف صعب جدا 4 على 3 ايه والثلاثه كمان مش ماسكين يعني انت بتتكلم ان معلول اصلا واقف هو مش شايف شيكابالا اساسا تمام وياسر ابراهيم بيحلق يعني كمل بس بالكوره كده كمل تاني كمل يا كابتن بسمة كمل نكمل يا سمير بص حتى كمان بص يا كابتن يعني حتى لو راحت للاولاني كان حطها طبعا تفتكر يعني بلال بس ممكن تكون تفتكر حارس المرمى لا لا اما شاف معلول
رجع ايده كاش ايده لا ما هو ما لحقهاش بص عليها كده عايزين نبص عليها بس عايزين نبص عليها لا لا ما لحقهاش بص كده يا بلال تاني كده بص عليها كده يا بلال هي سريعه كابتن هي الكره سريعه مش سهله لا 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 اتكل على معلول لا هو يمكن الشناوي كش عشان هو لو لمسها كان ممكن اه كان ممكن تروح هيبقى فول للراجل اللي جاي وشايف علي معلول فقال لك خلاص انا كشيت لا هو بص يا كابتن هو علي معلول بيمين ولازم يبقى محضر في الحته دي يعني انا كوره انا عندي توقع لازم يبقى عندي توقع لازم ابقى محضر وبيمين اطلع كوره يعني ايوه ده هدف هديه انا بس يعني شبيهه للكره معلش الكره اللي اتلعبت برده من ورا الاثنين وراح بن شادي كان هيجيب جول نفس الكره قريبه من طريقه اللعب نفسها التمركز بتاعنا داخل ال 18 في الكرات في الكرات العرضيه تمركز سيء جدا جدا خد بالك انت الرجاء لو تفتكر هناك كره عرضيه اتسجلت فيك هدف الماتش ماتش الوداد برده نفس الموضوع اتسجل فيك هدف يعني اهداف بتيجي من كرات عرضيه بنفس الطريقه بنبص على الكوره دايما متكرره دايما عينك على الكوره ما بتشوفش اللعيب فين تمركز اللعيب بالنسبه لك صحيح. يعني الامر صعب جدا ده يا كابتن شريف الهدف الثاني ليه وقف هنا بص وقف. ماشي بص هنا في ثلاثه ها ناحيه ال 18 عندنا هنا ها؟ بنحضر مستنيين الكوره دي كويس ده سبب الهدف ايوه سيبك من المناوره اللي احنا عاملينها دي طبعا دي راس الحكايه كلها والعرضيه دي بس عرضيه ثلاثه في ثلاثه وفي واحد واقف مستني الكره الثانيه بره ال 18 بره اعتقد سليه عمرو السليه يعني هنا ده شكل الماتشات كلها لازم تبقى كده تواجد صح مزمين. لازم يا ايمن سيبك من الجول ده لازم ما هو ديانج سجل الهدف بالطريقه دي ايوه تفتكر الاولاني رجعت له فاكر يا بلال لما رجع رجعت كده حطها في ده الرابع على ما اعتقد كان الرابع راح عاملها بليسنج في فده الشكل اللي مطلوب منك في كل المباريات كمل بقى سامر كمل يا سمير ماشي عرضيه نموذجيه وتكوفها عالي جدا الراجل لسه نازل بقوته كلها حاططها في الارض استحاله اي جول يقدر يجيبها برافو عواد لما بس خليني تاني نجيب الكره دي معلش يا سمير عشان هو صلاح محسن عمل حاجه كويسه جدا كراس حربه يعني ماشي الكره دلوقتي مع طاهر محمد طاهر تنفيذ ممتاز بقى والتمويه والعرضيه هايل بص صلاح عمل ايه خد في ظهر المدافع هاي بس بص الحركه بتاعته ازاي يا كابتن نهاية ماشي اتفضل يا كابتن شريف على حسب ما جت الكوره بقى كمل ده وكانه عارف بالظبط ايوه راح في ظهر المدافع ما ده سنس المهاجم سنس بقى سنس الفورورد راس الحرب سنس المهاجم بقى خد بالك انت عشان عندك اتنين فراوده في ال 18 برضه يا كابتن يعني تفرق برضه كتير لما يبقى عندك اتنين فراوده غير واحد شوف الكرات العرضيه مزبوط. غير لما يكون ما ده التحضير بقول لك يا بلال اللي من قبل الكوره بتتلعب صلاح بيلعب نوع كويس يعني صلاح بيلعب نوع كويس وعنده التايمنج حلو قوي قوي كمان يعني بلال. يعني بين الشوطين قلت لكم ممكن يلعب براسين حرب بلال عايز اقول لك لعيب تاني انا وقفت الكوره عشان اوريك ان لازم يكون عندك اثنين راس حربه موجودين في المنطقه النادي الاهلي والانديه الكبيره يا اسامه ما ينفعش ابقى محمد شريف لوحده او حتى مش كراس حربه مسمى راس حربه حتى اللي بيلعبوا على الاجنحه لازم يتوزع هو على الاقل احمد عبد القادر على 18 من بره على الاقل احمد عبد القادر لما بنلعب لازم يكون في الحته دي مستني اي حاجه انا بتكلم اي يعني معروف ان اي كره عرضيه لو من ناحيه اليمين مثلا لو مثلا زي دلوقتي طاهر بيلعب الكره من ناحيه اليمين لازم يكون 3 في ال 18 راس حربه والطرف العكسي و10 اللي هو قفشه او ومعاهم عمرو السوليه يعني لازم يكون ده الجزئيه اللي بتتكلم لو بتتلعب من الناحيه الثانيه كان لازم يكون طاهر محمد طاهر موجود وراس حربه موجود وقفشه موجود وعمرو السوليه فده الشكل المثالي انك بتلعب كوره عندك كثافه وفي تحرك كويس ولازم يبقى في كده العمق كمان يعني واحد واخد القريبه واحد واخد النص واحد توزيع فيها عمق عشان لو الكره وقعت في اي حته وده كمدربين قاعدين كلهم ده اللي لازم يحصل الفتره الجايه في التعليمات في التدريبات تعودوا انه يبقى في المنطقه دي كده تعودوا انه يخش ما يخافش تعودوا ان انت كفيرود مطلوب منك تجيب جوال النهارده فانا في التمرين ماشي. على طول اعمل له الحاجات دي ما كنا احنا عندنا تمرين بالتلت ساعه ونص ساعه عرضيات بس يعني انت عارف يا كابتن اكتر حاجه تقدر تسجل منها اهداف هي الكرات العرضيه بالظبط يعني دي الكرات اللي الديفنس طبعا بيقف ورا ما بيشوفش تمركزه فيها بيبقى زي ما انت عليك زي ما انت ليك برده نفس الامر هو يعني صلاح محسن ما هو واقف برده في وش يعني في ظهر المدافع هو مش شايفه فالكرات العرضيه اخطر سلاح انك تسجل منه اهداف لازم احنا بنروح كتير جدا 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 وبنعمل عرضيات كتيره جدا جدا لكن للاسف ما بنستفدش منها صحيح. احنا لو حاولنا ان احنا نستفيد من الكرات العرضيه بتحرك اللعيبه زي ما كابتن هاني بيتكلم من شويه
او كابتن اسامه او كابتن شريف، واحد على القريبه، واحد على البعيده، واحد في القلب، واحد مستني شويه قفشه قفشه. السوليه كمان هو محضر نفسه للسكند بول. يعني لازم الحاجات دي فيها تدريبات كتيرة قوي. عارف التدريبات دي كمان يا بلال بتبقى افاده مزدوجه، لان بيبقى تمرين للمدافع صح وتمرين للمهاجم. يعني احنا عندنا مشكله المدافعين في الكرات العرضيه، فاحنا نحل دوت ان احنا المهاجم بيتمرن عليها وتصعب. وخلي بالك دايما في التدريبات لازم تصعب الوحده التدريبيه عن حتى اللي بيتلعب، يعني مش ما يتعملش كروس كده والمدافعين واقفين فبتتلعب، فلازم يكون في صعوبه. مش عشان انا بلعب 4-2-3-1 ها، خلينا يبقى اسلوب لعبي من جوه كله. طب الكره دي مهمه جدا، لا هاتها لنا من الاول يا سمير عشان احنا هنناقشها مع الكباتن كلهم. هاتها لنا من الاول، هاتها لنا من الاول. بس بص الكره دي في الدقيقه 90 انت اتضرب عندك كام لعيب في نص الملعب بكره طوليه؟ كل فرقه شايفه عندها رغبه، كل فرقه عندها رغبه ان هي عايز تكسب. سبعه الملعب اتفتح خلاص. دي الكره دي كانت في الدقيقه 90 نفس الكره دي، كره امام عاشور نفس الغلط، نفس الكره المساحه اللي ورا نفس الغلط. دي طبعا كره مكرره طبعا، وهو نفسه اللاعب، وهو بديله فرصه انه يعمل العرضيه، وهو اللي عنده الرؤيه وما عادش عايز يخش عليه. دي برضو ده امام عاشور، ده امام عاشور في العرض. هو بص تمركز المدافعين بتوعنا الحمر الثلاثه اللي جوه ال 18 ما يقدرش يعمل اكتر من كده. أيوه. اللي دخل ده بس لازم حد يكون من ناحيه. ارجع بالصوره كده، عايزين نرجع. أيوه عايزين نرجع. أيوه بالصوره قبل الصوره كمان. يعني كمان يعني في حد من ناحيه اليمين هو اللي اخطا، ارجع من نص الملعب بتاعنا اللي داخل جوه ده مش شايف اللي ظهر. كمان بس يعني لازم يخش كده، ما يقدرش. بس نقعد بقى هنا. انا من رايي ان كان لازم جدا طاهر محمد طاهر لازم يعمل سبرنت يرجع صح. الصوره على طاهر محمد طاهر اللي هناك لازم يرجع، اللي هناك اللي هو دخل نص الملعب، اللي في نص الملعب هو طالما شاف الكوره عدت خلاص، يبقى لازم هو ونازل فريش لازم يعمل سبرنت. لا ده صلاح محسن هناك، طاهر محمد طاهر هناك خالص الناحيه اللي الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه ناحيه ناحيه الباك اليمين، ناحيه الاثنين الزر. ايوه هو ده لازم يرجع مع دول. لا لازم يعمل سبرنت ال 50 متر دول صح. لازم في الحاله دي كان امام عاشور ما كانش هيبقى لوحده، لان اللي هناك دوت دخل لجوه. دخل مظبوط. كمل الصوره. بس انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن، بص بقى اقف هو ما كانش فيه زياده عدديه برضو من نادي الزمالك. معلش لازم ارجع صح. حلو قوي. امام عاشور كان فين؟ هات لنا امام عاشور كان فين؟ على البعيد اهو اللي كان في الملعب ده. لا مش هو ده اللي في نص الملعب جاي هناك ده. كمل. انا عايز اشوف امام عاشور كان فين. هو اللي في نص الملعب في نص الملعب ومكمل. نص الملعب ومكمل. هو مفروض دخل بيه زي ما هاني قال. كان مفروض طاهر يكمل، لان اللي دخل للعمق ده كان رامي. هو دخلته كده صح، ما يقدرش يبقى هناك قوي. لا هو واقف في الوقفه المظبوطه، بس طبعا لازم حد برضو يبقى مساند من الناحيه الثانيه. هي دي المشكله، ان عمليه الارتداد السريع من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه وخاصه للاطراف. وكنا بنتكلم دايما الاطراف، الكره العكسيه الطرف بيبقى فاضي. لسه راجع دلوقتي حسين الشحات وراجع طاهر محمد طاهر. كان الكره طبعا اختلفت بشكل كبير جدا. فطبعا ده مهم جدا، وانت في الحاله وانت دايما في الحاله الهجوميه لازم يكون اول بلغه الكره بتشم الكره هتتقطع، لازم ارجع بسرعه جدا. طيب كابتن بلال، كابتن سامي كلم. معلش بس يا كابتن، دي هات دي تاني كده. اهي موجوده. معلش ماشي. يعني كمل بس كمل يا سمير بعد اذنك كده. انا بس عايز يعني اركز على الحته بتاعت رمايه. بص رمايه هيروح. أيوه. يقف كده راح ببطء. انت وصلته للجول، كان لازم يروح اسرع من كده. زي الجول الاولاني، الكره برده لما اتلعبت بعرض راح واقف، لازم اكمل. مظبوط. لا حتى لو على فكره حتى لو بيخاف من ضرب الجزاء، حتى لو اترقص، يعني حتى لو يفكر يترقص، ما في مدافع تاني المفروض ان هو بيكمل معاك. وممكن يكون زمالك يعني كابتن شيف بيقلق من برده شويه من حته هيترقص. يعني هيترقص يا كابتن، فممكن يبقى رد فعله كابتن. بس انا مع دي جول، هو راح ببطء شويه. راح ببطء يعني هو وقفته من الاول كانت سليمه. ايوه. بس لما الكره عكست كان لازم يبقى اسرع من كده. يعني بلال عايز ياخده ويطلع بيه بره، وراح بطيء شويه. ده الطبيعي ياخده ويطلع بيه بره. حتى لو ترقصت في لعيب تاني مدافع ممكن يجي يغطي وراك. يعني انا الجول برضو اللي جه الاولى اللي اتلعبت طويله، هو برضو ادى فرصه لل هي دي تقريبا دي كانت في اول الماتش. دي الكره اللي قلنا عليها، دي الكره اللي بالعرض. نموذجيه نفس الكلام في بدايه الشوط الثاني، نفس اللعبه. وده يعني اللعيب اللي احنا برضو خرج نيمار بن شرقي برضو بين الاثنين. ده سيد عبد الله نيمار ده نيمار اللي لعبها بالعرض. لعيب بروميسنج قوي. دي جون برضه. جون برضه راح بين رامي وهاني ما بين الاثنين. بس اولها برضه هات لنا اولها برضه. يعني الوقفه واقفين اربعه واقفين كويس.
الراجل عاملها بكعبه خلي بالك برضو عدد انت بتتكلم على اربعه واقفين استلامي تمام مش كويس مننا من في البدايه كويس هنا بقى ادي واحد اولا عبد القادر ضربوا الثلاثه احمد عبد القادر سرحان في دي ايوه بالظبط لان احمد عبد القادر بيبص على الكوره لازم يكمل فلازم هو وهاني محمد هاني بيبقى اسرع من بن شرقي لجوه نفس الكوره بتاعته سبقه نفس الجون بس دي على الوضع على الوضع لو كان اسرع كان جابها في نفسه لا لا لازم يبقى سابقه لازم يبقى جوه طب كان هتبقى نيران صديقه لو كان دي برضو خلي بالك يعني خطر خطوره الكرات العرضيه عليه أيوة. لازم طبعًا. برضو زي ما قال الكابتن علي وقال الكباتن بس دي انا بحمل الشناوي فيها جزء كبير لازم يطلع ياخدها اول كره في 6 ياردة واضح هلعبها من بعيد ما عندوش حل يعني. من الحلول نهائي بص يا كابتن بص الكره فين ما عند يعني الفرق بين جول يعني كبير وجول عادي تمام ايه الفرق ان انا عندي التوقع بتاعي بيبقى عالي جدا القرار بتاعي مظبوط 100% يعني الكره زي دي جول يعني الكره زي الطبيعي ان الشناوي خلاص نيمار ده هيعمل ايه في الكره بص يا كابتن الكره معديه هيعمل كروس جول يعني ايه لو الكره خبطت في رجله جول فالطبيعي جدا صح. يبقى الشناوي محضر حاله ان الكره تعمل كروس لنفس دي اخطر كره جت لنادي يعني الثانيه احنا متفقين ان هي صعبه لان الكره جايه طويله يعني جايه عاليه وسريعه الهدف الاول فصعب انه ياخد قرار ويطلع هيبقى وخد بالك هيتحمل هو مسؤوليه الجول لو كان طلع غلط او كان لو كان طلع متاخر انما كره زي دي في 6 ياردة واللعيب ما عندوش حل تاني خد بالك ما انت برضو انت بتقيس الكره بتقرب. على الموقف نفسه بص يا بلال اتفرج كده يا بلال اتفرج بقينا في الشوط الثاني رد فعل مش احنا الفعل احنا بنتفرج عليهم وهم بيباصوا لبعض احنا عددنا كتير بس أيوة مفيش ضغط على بطء في الاداء الغلط اللي حصل هنا بطء خلي بالك في الأداء. خلي بالك دلوقتي خلي بالك بس من محمود متولي محمود متولي هنا واقف جنب رامي ربيعه وعلى شماله ياسر ابراهيم مظبوط الطبيعي جدا ان ستوب هو طلع ستوب لا في الوقت ده بيسلم ربيعه يعني. المفروض رامي ربيعه هو اللي ياخد 37 ومحمود متولي هو اللي يطلع في نص الملعب عشان يقابل بالزبط. كل ده تاخير بالظبط رامي ربيعه رامي ربيعه هو اللي يروح ومتولي هو اللي يتقدم كان ممكن جدا يقطع الكره دي هو حتى متولي بيبص له عشان يطلع ما ده كان من بدري ده المفروض لو انا سردباك انا اللي بقول للراجل قدامي اطلع وناخد الراجل اللي قدامي لكن رامي متاخر في الجزء ده مزبوط. يعني كل دوت المفروض جدا اولا ما حدش بيمشي كده رامي والكره في الثلث الاخير لازم رامي ربيعه يكون محرك نفسه اكتر من كده قريب من الراجل لان محمود متولي هو حتى بيقول له سابه وطلع بقى. الكره اتلعبت لمين للراجل اللي المفروض محمود متولي هو اللي يضغط عليه يعني لو كل ده من بدري ان رامي ربيعه راح ده كان ممكن محمود متولي يقطع الكره يبقى هجمه مرتده بالزبط. فكلها 2 3 متر كلها صحيح. بنغير البوزيشن الشوطه دي ما كان طيب. كل ده كابتن شريف يعني. يمكن الكابتن سامي في المؤتمر اتكلم على حته الاجهاد احنا بنقول برضو في الكوره احيانا انت عندك ضغط كل 3 ايام مباراه يعني انت عندك كل 3 ايام مباراه صعبه كمان عندك مشكله غيابات اصابات اجهاد عندك مشكله تانية حته عدم ثبات التشكيل وبرضه تغيير طريقه اللعب من مباراه لاخرى وعدم ثبات التشكيل من مباراه لاخرى هل ممكن ياثر على الحاله الفنيه لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي جايه بص كابتن ايمن هقول لك على حاجه ممنوع اي لاعب يلعب مصاب ماشي ممنوع اي لاعب يلعب مش قادر يعني انا بجيب اللعيبه ايه اخبار الحاله ايه بتاع لازم اللعيب اللي مش قادر او اللعيب اللي بيسموه ايه اوت اوف بوزيشن اوت اوف اوردر يعني مش قادر انا مش قادر عضلاتي مش شايلاني ما احنا بنعمل مساجات وبنروح ننزل مغاطس وبنعمل تلج وبنعمل ماشي. حاجات كده عشان بسرعه نعمل حاله استشفاء كويس لازم كابتن سامي يشوف من العناصر اللي موجوده دي باي تشكيل مع انضمام زي ما انا قلت لك بعض الشباب اللي موجودين مخلصين البطوله بتاعتهم عندك زياد طارق وعندك كوكا وعندك احمد سيد غريب على ما اعتقد وعندك نصير اللعيبه دي كانت موجوده معاك لفتره قريبه جدا وما زالوا ولازم يبقوا موجودين برضه وفي ناس لعبت تشريف ولعبت ولعبوا كان بيلعب لغايه الماتشات ولعبوا ادوا اداء هايل للرابطه انت الفتره دي بطوله الرابطه دي عملوا ماتشات هايله وثقه واداء على فرقه كبيره وفرق من اللي هي فرق الدوري العام منهم المحله ومنهم الاسماعيلي وكل اللي احنا اتفرجنا عليهم يعني فلازم يستعين بهذه
القدرات عن طريق المدربين. محمد شرف على ما اعتقد هو عينه على دي دور محمد شرف كمان معاه، هو عارف ان الاولاد دول كلهم وعارف امكانياتهم وشكلهم ايه. لانك انت عندك مشكله دلوقتي في الاثنين ديفندر اللي ورا، عندك محمود متولي مش لسه الاستشفاء بتاعته مش واضحه بالنسبه لنا، لانه لو قادر هيبقى حاله تانية. أيه. هيبقى مكمل وبياخد وبيبني الكورته في دماغه اعلى من شكله البدني دلوقتي. هو ده الحاله، انك انت مش هتقدر تلعب الا بتدي لعيبتك ثقه وبتتكلم معاهم وعدينا النهارده وانا عارف ان انتوا في حاله اجهاد اللعيبه اللي جايه كلها، لازم بقى في معالجه نفسيه وفي كل حاجه للفتره اللي جايه، ولازم في شباب يبقى قاعد معاك بتقدر تجري في الملعب. انت عندك اول هاف تايم بتجري 45 دقيقه وبعد كده انت النهارده مش موجود تاني تايم. اللي عملك روح البدني شويه يمكن حسين الشحات وطاهر الطاهر وطاهر محمد طاهر وصلاح، دول اللي عملوا لك جنب محمد شريف الحاله اللي انت بتطلبها. السوليه قاعدين بنطلب من السوليه اكتر من كده، بنطلب بس السوليه تعبان. السوليه واضح ان الكابتن ياخد هاف تريننج يعني يعني مش ده السوليه. السوليه كان بيعمل خطوتين كده اخطبوط تمرين ياخد الكوره، مش محتاجين تمرين، مش محتاجين تمرين، محتاجين تهويه، محتاجين كلام في الكوره. ايوه اتفرجوا حصل لنا ايه ما اعرفش ايه، ويعظم فرقه كويسه قوي ومن حقه انه يفكر بكده هو محمد شرف. طيب. والفرصه متاحه يعني كابتن اسامه الفتره اللي جايه زي ما شريف اول حاجه لازم عدد من عناصر اللعيبه اللي هم الصغيرين زي اشرف زي كوكا زي يبتدوا يخشوا في نسيج الفرقه يعني يعني بعضهم مش كلهم مع بعض طبعا لا مش كلهم مع بعض انت بتلعب على بطوله في محمد اشرف كمان نسيت انت بتلعب على بطوله الدوري العام ويعني مثلا معلول مريح ممكن يلعب اشرف باك ليفت ممكن زي ما شفنا كوكا لعب الماتشات نص الملعب حوالي 3-4 ماتشات ادى فيهم بشكل كويس يعني ما كانش بعيد انت ممكن يجيب عنك الماتش الجاي كمان علي معلول وحمدي فتحي ما هو انا بقول لك عشان كده لازم زي ما كابتن شريف قال هتدخل بعض العناصر وانت فعلا عملت كده في بطوله الرابطه وفي الماتشات امبي والماتشات اللي اتمنع منك الدوريين فيها فدي واحده الحاجه الثانيه برضو اتكلموا فيها الكباتن ان في طبعا واكيد سامي عارف ومدرب الاحمال عارف انه في ناس ما بتاخدش التدريب يعني ما جيش انا مثلا همرن علي معلول اللي بيلعب منتخب تونس وبيسافر وبيجي بتاع زي محمود وحيد مثلا اللي هو ما بيلعبش عدد مشاركاته قليله من اول السنه لغايه دلوقتي مزبوط. فده بياخد حبل عالي شويه او بيشد عليه في التدريب ده بياخد تدريبات فيها ترويحيه بسيطه راحات يعني عشان يبقى المستشفى بتاعه اجهز ده جزء طيب. بعد كده اصرار بقى وتصميم من اللعيبه انت خسرت بطوله افريقيا ما هو انا برضو مش عايزين نحمل كل حاجه بس للاجهزه ما هو برضو اللعيب ليه دور وكلنا كنا في لما كنا بنلعب كنا احنا بنتجمع مع بعض ونقول يا جماعه الماتش ده لازم والبطوله حتى لو المدرب ما قالناش حاجه انا بقول فرد لكن احنا عندنا مدربين على اعلى مستوى يعني كابتن سامي مدرب كبير وشرف والناس فاهمين يعني احنا نفسنا بقى نتلم احنا خسرنا بطوله افريقيا لازم نصمم ان احنا الدوري العام السنه دي وخسرانين الدوري السنه اللي فاتت لازم الدوري السنه دي يبقى بتاعنا نقعد مع بعض نجتمع مع بعض نحمس بعض لازم دور اللعيبه دور اللعيبه طبعا طبعا اللعيب دوره كبير جدا انت من يعني انت لو مش سلاحك اللي هو اللعيب اللي هو بينفذ لك في الملعب يقظ ومركز وعايز يلعب وعايز يبقى احسن وعايز ياخد بطولات طب انا هعمل ايه انا برضو صحيح. في النهايه انا مدير فني او اجهزه مزبوط. بحاول وبعمل وبديك مكافئات وبعمل احمال بتاعتي بحاول اعملها بس انا برضو تركيزي وذهني وبتاع لازم ابقى صحيح. في الماتشات كل دي عوامل ربنا يسهل انا شايف سريعا النقطه اللي اتكلمت فيها دي ده موروث للاسف من من سلبيات موسيماني ان كان عامل فروقات ما بين اللعيبه على المستوى البدني طيب. على المستوى البدني زي ما انت بتقول انا مش ممكن ادي الحمل بتاع اللعيبه اللي بتلعب على مستوى المنتخب بتلعب بصفه مستمره نفس الحمل بتاع اللعيبه التانيين لكن هو للاسف ما كانش بيدي اللعيبه اللي ما بتلعبش حمل لازم يعلى بالاحمال علشان يساوي بين اللعيبه وبعضها وبالتالي لما يلعب واحد زي وليد سليمان واحد زي محمد وحيد. محمود وحيد ما يعني محمد محمود انت ما تحسش انه واقع بدنيا شكل.
وبالتالي خلي بالك العمليه صعبه على الكابتن سامي قمصان جدا الفتره اللي جايه، عمليه انك ترفع ليفل يبقى عندك الفرقه كلها تقريبا في مستوى 90% من اللياقه البدنيه، ده شيء صعب لان الفتره صغيره كمان يا كابتن، فتره صغيره يعني. انت عندك مطلوب من الكابتن سامي قمصان ان هو يجهزهم فنيا وبدنيا ويعمل حته التعديلات جوه الملعب بره الملعب والتدوير، محتاجه وقت صعب وانت يعني. كمان داخل على ماتشات مش مستحمل يعني مش مستحمل انك تخسر مباراه او تتعادل مباراه بالزبط. دي عايزه صحيح. فتره زمنيه يكون صحيح. عنده المساحه انه يشتغل كده صحيح. كابتن بلال شايف مين كان نجم مباراه اليوم من النادي الاهلي او رجل المباراه من النادي الاهلي النهارده؟ من النادي الاهلي. والله بص يا كابتن يعني بص الحقيقه بص يعني الشوط الاول بالنسبه لي كلهم ادوا اداء يعني جيد. الشوط الثاني الحقيقه برضو يعني ما حسيتش في حد طول ال 90 دقيقه عنده ثبات مكمل في الاداء بتاعه الحقيقه يعني. يمكن لو ممكن ندي حد النهارده ممكن ندي مثلا سامي قمصان، نقول ان هو الحقيقه يعني ابتدى بشكل كويس، غير بشكل كويس، تعامل مع احداث المباراه بشكل جيد، على طول فترات على فكره بشكل كويس صحيح. يعني مش هنقول لها مش هنستثني حتى التغييره بتاعت عبد القادر المتاخره، ولكن مجملا الحقيقه النهارده تعامل مع المباراه بشكل رائع جدا جدا، حتى لما تاخرنا ما كانش عنده ربكه أيوه. فكر كويس، غير عمل التغييرات اللي ادت ان احنا ممكن ان احنا رجعنا تاني في المباراه مره تانيه. بحيي النهارده على اداؤه في الماتش وبقول له هارد لك. النهارده كان ممكن يعني لو في شويه اصرار وعزيمه من اللعيبه شويه الشوط الاول كان ممكن المباراه تروح في حته تانيه خالص، ونتكلم نتمنى التوفيق للنادي الاهلي والقادم افضل ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس، ارجوكم انتظروا.